مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من دوري بلدنا على مدار ساعتين من دلوقتي، سعدنا نكون معاكم. هنتناول فيها كل ما يخص دوري القسم الثاني. خلاص انتهت الجولات الثلاثين في القسم الثاني في الثلاث مجموعات. صعد من صعد الى الدوري الممتاز، وهبط من هبط الى القسم الثالث. جولاتنا كانت ساخنه وعلى صفيح ساخن زي ما توقعنا من الاسبوع الماضي. معظم الانديه الشعبيه فشلت في البقاء في دوري القسم الثاني لموسم اخر. في مفاجاه مدويه ومن العيار الثقيل، من سويف يصاحب سوهاج الى دوري القسم الثالث بعد هزيمة أخيرة في آخر لقاءاته أمام الألمونيوم. وملاوي يرتدي ثوب الإجادة ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد رغم تأخره أمام ديروت بهدف مقابل لا شيء، لكن استطاع أن يدرك التعادل ويفوز في نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد ويبقى في دوري القسم الثاني رغم الإمكانيات المادية القليلة جدا جدا. نجح الكابتن إبراهيم صدقي المدير الفني لنادي ملاوي أن يبقى بفريقه إلى دوري القسم الثاني لموسم جديد، ويهبط فريق بني سويف بعد هزيمته من الألمونيوم بمنتهى الروح الرياضية، رغم أن الألمونيوم لا يهم نقاط المباراة سوى في تحديد مركزه في دوري القسم الثاني، لكن لعب بشرف وبمنتهى الروح الرياضية واستطاع الفوز على بني سويف على أرضه، يعني في مفاجأة من مفاجآت العيار الثقيل. ليكتمل الفرق الأربعة الهابطة من القسم الثاني إلى القسم الثالث بني سويف وسوهاج والبداري وإنا. صعد البداري وهبط، صعد قنا في الموسم قبل الماضي وهبط هذا الموسم، لكن سبحان مغير الأحوال بني سويف وسوهاج اللي كانوا من موسمين وثلاثة بينافسوا على الصعود للدوري الممتاز يهبطوا إلى القسم الثالث. حلقتنا النهاردة حلقة يمكن فريدة بعد نهاية المسابقات. كل الأحصائيات، كل الأرقام، المديرين الفنيين الباقيين، المديرين الفنيين الراحلين، أغلب الانتقالات اللي ظهرت على سطح القسم الثاني، أبرزها يمكن مدافع كالوشا، لاعب طبعا مدافع فريق النصر اللي يعني خلاص أمامه أكثر من عرض، لكن هقول لحضراتكم أيضا تفصيلة كالوشا إيه وأخيرا راح فين. اعتقادي الشخصي أن كالوشا في الدوري الممتاز الموسم القادم طبقا لتصريحات مدير يعني أعماله ووكيل اللاعبين ميدو حماية الله. كالوشا في سموحة الموسم القادم بعد توقيع أحمد خليل كالوشا لسموحة. تتبقى المفاوضات الأخيرة والرتوش الأخيرة والمبالغ المادية بين نادي سموحة ونادي النصر. الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر ومجلس إدارة النصر خلال الساعات القليلة القادمة، لكن رغم الخبر اللي أمامي أن هناك أكثر من نادي بيفاوض كالوشا، لكن طبقا لتصريحات وطبقا لمعلوماتي من يعني ميدو حماية الله كالوشا في السموحة في الدوري الممتاز الموسم القادم. كان يعني تلقى عدة عروض رسمية خلال الفترة الأخيرة سواء من فاركو ولا من سيراميكا ولا من مصري ولا من حرس الحدود. أكيد النصر عايز أكبر مقابل مادي، لكن أكيد اللاعب عايز ينتقل للدوري الممتاز بشكل كبير جدا ويكون أحد الصفقات الناجحة لفريق سموحة في الموسم القادم. لكن ما فيش شك أن خلاص دوري القسم الثاني ظهر بثوبه الجديد، وخاصة معظم الانتقالات دوري الممتاز من العناصر المنتقاة من دوري القسم الثاني بعد نهاية جولاته المتبقية وانتهاء المسابقة بهبوط بني سويف وسوهاج والبداري وإنا رسميا من المجموعة الأولى، وهبوط المريخ وبورفؤاد وبلبيس وبنها من المجموعة الثانية، وهبوط دمنهور والزرقاء وصيد المحلة والرجاء من المجموعة الثالثة. العديد من الأخبار اللي يمكن أمامي، لكن النهاردة بقدر يمكن سعادتي بقوة دوري القسم الثاني واختيار العناصر المميزة من الدوري الممتاز للعبة الدوري القسم الثاني. حتى المديرين الفنيين القسم الثاني أصبحوا على رادار معظم أندية الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة. شفنا طبعا الكابتن تامر مصطفى بعد صعوده بنادي كوكاكولا إلى الدوري الممتاز أصبح الكابتن تامر مصطفى مديرا فنيا لنادي الجونة هذا الموسم. شفنا
كابتن كشري خلال المواسم الماضية، ثم أصبح مديرا فنيا في الدوري ممتاز ولديه العديد من العروض يمكن في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني، أقربها حرس الحدود والداخلية. هناك مفاوضات مع المديرين الفنيين، وهناك أزمة في معظم الأندية سواء الشعبية وغير الشعبية في المدير الفني القادم من هو. معظم الأندية تيجي النهاردة تسأل الترسانة هل سيرحل الكابتن طارق السيد أم سيبقى ولا هيجيبوا مدير فني جديد. تبقى لمعلوماتي والأقرب أن الترسانة هتختار مدير فني جديد. حرس الحدود هل سيبقى الكابتن مكي مديرا فنيا لحرس الحدود الموسم القادم ولا هناك مفاوضات. كابتن سامي قمصان مستنين هل تغيير في الجهاز الفني لنادي الأهلي وعود سامي قمصان اللي صعد الفريق. هل الكابتن كشري قريب من حرس الحدود. منتخب السويس بعد يمكن الهزيمة الأخيرة في آخر لقاءاته هل سيرحل كابتن نبيل محمود أم سيبقى الكابتن نبيل محمود. بلدية المحلة هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم لاختيار مدير فني جديد بنسبة كبيرة بعد خلاص يعني قبول الطرفين سواء مجلس إدارة نادي بلدية المحلة أو الكابتن محمد صلاح الرحيل من نادي بلدية المحلة. ده معظم الأسئلة المطروحة خلال الأسبوع الماضي، وده السؤال المطروح مين اللي هيكون المدير الفني القادم ليا في الموسم القادم. بعض الأندية خلاص أبقت وجددت تعاقداتها مع معظم مديرينها الفنيين. كابتن أيمن ميزان خلاص جدد مع أبو قير للأسمدة بعد تألقه هذا الموسم وتجديده لموسم آخر واحتلاله المركز الرابع في مجموعة بحري والأسكندرية. هنحاول نجيب الكابتن أيمن المزين معانا، لكن تعالوا نروح الأول نبدأ حلقتنا كعادتنا دائما بمجموعة الأهداف هذا الأسبوع، الأسبوع 30 للدوري الممتاز لدوري القسم الثاني، ونرجع نناقش مع حضراتكم الأندية الشعبية كيف هبطت الأندية الشعبية في خطر نقوص خطر حول الأندية الشعبية خلال موسمين أو ثلاثة ممكن يعني يندثروا في القسم الثالث وما يصعدوش مرة تانية. سؤال مهم جدا، وكلنا مع الأندية الشعبية، لكن تعالوا نبدأ حلقتنا كعادتنا دائما بمجموعة وأحلى الأهداف في الأسبوع 30.
دي كانت أحلى أهداف الجولة الـ30 لدوري القسم الثاني اللي انتهى هذا الأسبوع رسمياً آخر يمكن الأسابيع ونتائج آخر الأسابيع في مجموعة الصعيد. ملاوي نجح أن يفوز بروحه الرياضية منذ لقاء بني سويف. كان من الممكن جدا يعني رغم ان ملاوي كان في وضع صعب جدا، لكن لعب ملاوي بعد ان احرز هدف في بني سويف وبعد مشاورات عديدة يعني قال للحكم لا الكرة مش هدف وتم الغاء الهدف في لقاء ملاوي وبني سويف، وكأن يعني ملاوي بالروح الرياضية يبقى لموسم اخر بعد فوزه على ديروط بهدفين مقابل هدف واحد، بترول اسيوط على الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد، بني سويف على أرضه هزيمة أمام الألمونيوم ليهبط رسمين إلى دوري القسم الثالث. مركز شباب طمية مع كيما أسوان التعادل 2-2، صوان مع الإعلاميين 2-2، إنا وسوهاج 3-2 لسوهاج، لكن لم يشفع هذا الفوز لبقاء سوهاج لموسم آخر في الموسم القادم. تعادل ترتيب المراكز تليفونات بني سويف والمنيا، وأخيرا هزيمة للبداري أمام المدينة المنورة أبقى بالمدينة المنورة لموسم آخر في دوري القسم الثاني. زي ما قلت لحضراتكم الأندية الشعبية في خطر، وننادي من خلال دوري بلدنا ومن خلال شاشتنا اون تايم سبورتس بأن أكثر من أسبوع الأندية الشعبية يا جماعة في خطر، والأندية الشعبية لما فريق زي بني سويف وسوهاج يهبطوا من دوري القسم الثاني إلى الثالث بعد أن كان بينافسها على الصعود في السنوات الماضية يبقى الأندية الشعبية في خطر. لما دمنهور يهبط والزرقاء وصيد المحلة من المجموعة الثالثة يبقى الأندية الشعبية في خطر. لما المريخ وبورفؤاد وبلبيس وبنها يهبطوا من المجموعة الثانية تبقى الأندية الشعبية في خطر. معنا على الهاتف يعني أحد أمناء الصندوق في الأندية الشعبية الكبيرة، أستاذ نبيل معارك أمين صندوق نادي بني سويف. أستاذ نبيل أو كابتن نبيل أهلا بيك معنا في دوري بلدنا. ازيك يا كابتن خالد، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه كل سنه وانت طيب، وحشني كتير. انت اكتر والله. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، وقلبي عندك حبيبي والله. انا اقول انت عزيز عليا، ما انت عارف ان احنا انا عارف ظروف، انت عارف الشعب بني سويف، انت عارف عشان قد ايه يعني رغم يعني بعيدا عن ان انا يشرفني ان انا اكون منتمي لمحافظه بني سويف، لكن حتى بغض النظر الانتماء لمحافظه بني سويف، لكن بني سويف من المحافظات وفريق بني سويف دايما من الفرق اللي كان بتنافس على الصعود للدوري الممتاز، وكان حلم الملايين وكان اقترب من الصعود قبل كده في موسم واثنين وثلاثه ونفس حتى الرمق الاخير. النهارده بيهبط رسميا للقسم الثالث. هو طبعا الظروف كانت اقوى من الجميع. انا اولا بتقدم بخال الشكر والتقدير للجهاز الفني لنادي بني سويف. صراحه الكابتن محمد يوسف كابتن خالد يعني لم يألو جهدا صراحه، يعني لان هو طبعا يعتبر مدرب ابن من ابناء بني سويف طبعا، ومش بزكيه يعني حضرتك، انا عارف لانه كان قريب منه وحضرتك يعني لولا حد غيره كنا احنا يعني احنا طبعا جينا في ظروف صعبه يعني القاسي والداني يعلمها. طبعا جينا بعد مجلس اداره كان يملك الملايين، احنا ما نكناش الملايين حضرتك يعني قاسينا وقاسى معانا الجهاز الفني لدرجه ان محمد كابتن محمد يوسف كتير قال له انه ينزل وينزل، الراجل صمم ولدرجه ان الجهاز الفني ساب شهرين من مرتبه واعلامه القاسي والداني. فطبعا الظروف كانت اقوى مننا واحنا كنا بنجابه. طبعا انت عارف نادي بني سويف مش نادي قدم بس، لو كان قدم بس كنا صعدنا من الممتاز من زمان، انما طبعا نادي بني سويف ايوه معاك، نادي بني سويف يعلمه الجميع انه نادي رياضي ثقافي اجتماعي كل حضرتك كل انواع الالعاب كله طبعا بيبقى داخل نادي بني سويف. فحضرتك ازاي تواجه هذه الجبهات وهذه الانشطه بامكانيات حضرتك؟ احنا طبعا كل الامكانيات اللي احنا بنعملها مستقره من خلال داخل نادي بني سويف، واحنا جينا من خلال مجلس اداره سابق يعلمه الجميع، ومش عارف اتكلم على اللي ايه اللي سابهولنا والارث اللي سابهولنا هذا، وانت حضرتك تعرف هذا الكلام يعني ساب لنا ارث ثقيل. فطبعا احنا كان كتر خيرنا ان احنا يعني واجهنا كده وجرحنا كده مع الجهاز الفني. فبقول لحضرتك يعني باذن الله ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعيد ترتيب اوراقنا، وان شاء الله هنكون في باذن الله برضه من ضمن الانديه اللي طبعا ودي انديه شعبيه جماهيريه فبتموت في الكوره. وبشكر من خلال منبرك الشعب بني سويف
اللي حضرتك مش نايم من امبارح. الو، ايوه معاك. مش نايم من امبارح وكان حصل زلزال. كره القدم يا جماعه، انا لو بايدي كره القدم هي اللي عصب نادي بني سويف، لكن ما بجد حيله. طبعا لازم يبقى في انشطه ثانيه، ولازم تبقى انت لازم تواجه هذه الانشطه، بتواجه بالشكر للاعبين والاعلاميين، كل شعب بني سويف بقول له انا مقصر، انا كنبيل معالج مقصر، اعذروني سامحوني، انا ما لم املك اي شيء، معاكم كلكم انا قلبا وقالبا بعتذر ليكم. وحضرتك والله يعلم الله انني قد اصبت في عيني الشمال بكذا حضرتك فصال شبكي والثقب في مركز، يعني حضرتك واجهنا كتير وصعاب كتيره. بقول لهم اسف ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون عند حسن ظنكم ان شاء الله في القادم. اصبر علينا ان شاء الله، القادم احسن ان شاء الله. تعترف ان انتوا قصرتوا يا كابتن نبيل؟ لا طبعا قصرنا. خلي حضرتك التقصير جاي منين؟ انت عارف التقصير جاي منين؟ هتلعب كوره؟ ما عشان كده بقول لك يا جماعه ومين، انتوا عايزين كوره ولا مش عايزين كوره؟ تيجي حضرتك تصرف في الكوره وكده الكوره مش عارف ايه؟ تيجي تصرف مش عارف، يقول لك انت عارف الكلام ده؟ حضرتك طبعا الكوره 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 الكوره، وهي الكوره طبعا حضرتك انت عارف اللي هو النادي قايم وشعب بني سويف مولع بالكوره. طب انت تلعب كوره ما تعرفش كوره؟ تدي له كوره ما تديش له كوره؟ اعطيته كوره ما احتملش يحصل لك فحاجات كتيره. لازم الكوره ان شاء الله باذن الله تنفصل عن هذا الموضوع باذن الله الجاي ان شاء الله. باذن الله هيكون القدم لها ان شاء الله حذاء خاص باذن الله بيها، وان شاء الله باذن الله هنعلو بيها، وباذن الله اعيدك ان شاء الله خلال السنه الجايه ان شاء الله باذن الله هنكون في بصف. كابتن نبيل، انت نجحت مع المجلس الاداره في شهر كام؟ في شهر 12 26 11 يعني 11. وشايف ان الفتره دي كانت قليله لاعاده الامور الى نصابها؟ احنا طبعا بنصدق، مش عايزين بس حضرتك عشان المنبر بتاعك، احنا مش عايزين نتكلم في حاجات طبعا حضرتك يعني ايه خلاص يعني اللي عدى، واحنا طبعا بنسدد الفواتير اللي على المجلس القديم واخد حضرتك، واحنا والحمد لله احنا ماشيين في الطريق الصح، بس بنقول للجمال وما اصبر علينا شويه، والا ان انت حضرتكم انتوا لكم الحق الاصيل فيما ترون، وانا مقصرين جميعا قبل حضرتك، فاعذرونا وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. انت عارف حضرتك عندي مصداقيه، يعني انت عارف ان انا ما بتفرقش معايا بواجه يعني الحمد لله. طبعا طبعا، وانا بشكرك ان انت دخلت معانا ووضحت الحقيقه، وان انت بتقول ان احنا مقصرين كمجلس اداره، لان مجلس الاداره بلا شك احد العوامل الرئيسيه في النجاح او في الفشل. خلينا نتكلم بقى طبعا حسب الظروف برضه، خلي بالك ما انت عارف ظروف برضه اللي لو في فلوس دي منديش. طبعا انت حضرتك برضه كان عندك برضه ممكن كنا نجيب لعيبه، كنا انت عارف حضرتك احنا عارفين كلنا وكلنا بنحب الكوره طبعا. بس حاجه يعني قدام حاجه قدام حاجه، طب ما انت تجيب حاجه، طب ما انت عايز حاجه. حضرتك انت عايز عندك 800,000 جنيه كهرباء، عندك 300,000 جنيه ولا 400,000 جنيه ديون طايره، عندك كتير ضرائب اكثر من 3 مليون، لعيبه جايبها منها المجلس القديم اكثر من 2-3 مليون. حضرتك مش عايز اتكلم كتير حضرتك ليه؟ لان احنا طبعا مش عايزين نعلق شماعه، احنا جايين رجاله، يا ريت الناس الجميع هم تستحملنا، احنا رجاله وهنصبر لحد من اول النادي على حال على مكانته. والله جمال أمية حق اصيل لها فيما ترونه فيما ترونه بالنسبه لي. بشكرك كابتن نبيل معارك، امين صندوق نادي بني سويف، وقلبي عندك ويعني وعند كل مجلس الاداره والجماهير الكبيره العريضه اللي كانت تحلم على الاقل بالبقاء في دوري القسم الثاني للموسم القادم، بعد يعني خلاص تبخر حلم الصعود الى الدوري الممتاز. ويعجبني في الكابتن نبيل ان هو بيواجه، وكلمنا على التليفون وما رضاش يعني يهرب من مكالمة التليفون، وما رضاش يتهرب من المسؤولية ولا يتنصل من مسؤولية مجلس الإدارة. وأتمنى أن الفترة القادمة لبني سويف يا رب كده تكون من الفترات العائدة لبني سويف إلى مكانها الطبيعي. الأسبوع الماضي يمكن كلمنا الكابتن ضياء الزعيم، ويعني كان حزين جدا، والمكالمة يمكن بتاعته يعني كان لها أثر كبير جدا في محافظة سوهاج، ويمكن كان في رساله من الدكتور نشأت العريس لي انا شخصيا بشان نتائج الكابتن ضياء الزعيم، وفي ازمه في سوهاج شديده يعني الخطوره، هناك لجنه معينه بتدير النادي في الفتره الحاليه، ويمكن هناك العديد من يعني المطالبين للدكتور اشرف صبحي بسرعه الموافقه على اجراء مزايده
لرعاية هذا الفريق، ويعني هناك أكثر من شركة تقدمت لرعاية هذا الفريق. وطبعا سوهاج بيعاني من أزمة مالية طاحنة، بتعاني منها اللجنة الحالية لطبع نادي سوهاج، مما دفع أستاذ أيمن حسني أمين صندوق النادي سوهاج السابق للتواصل مع أكثر من شركة لرعاية الفريق في الفترة القادمة. لكن وجود لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي حاليا تسببت في تأخير أو توقيع عقود أو إجراء مزايدة بين الشركات اللي تسعى لرعاية الفريق قبل الموسم الجديد. ويعني يمكن جماهير سوهاج ومحبين نادي سوهاج بينجدوا الدكتور أشرف صبحي بسرعة الموافقة على إجراء مزايدة لفريق كرة القدم حتى يعود نادي سوهاج إلى سابق عهده أيضا كأحد يعني المنافسين على الصعود للدوري الممتاز. هبط البداري يمكن كان صعد هذا الموسم وهبط مع نهايته. نادي إنا كان صعد الموسم الماضي وبقي هذا الموسم، لكن واضح برضو ان الظروف المادية الشديدة اللي بيعاني منها نادي إنا رغم المجهود الشديد والكبير من مجلس ادارته من رئاسة الاستاذ اشرف سعد، يعني لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن إنا. الاستاذ اشرف سعد رئيس مجلس ادارة نادي إنا، اهلا بيك يا استاذ اشرف معانا على الهاتف، اهلا بيك. ويعني نقول لك هارد لك، لكن انا واثق في امكانيات مجلس ادارة نادي إنا وجهازه الفني ان شاء الله الجديد في تقديم موسم جديد في القسم الثالث. اهلا بحضرتك كابتن خالد، وتحياتي لحضرتك وللبرنامج والمؤدين في البرنامج الجميل دوت، وتحياتي لظروف حضرتك سواء في الاستوديو او خارج الاستوديو. حزين لهبوط انا للقسم الثالث ولا ده نتاج طبيعي للارقام الكبيره جدا اللي بقينا نشوفها دلوقتي في دوري القسم الثاني؟ انا عارف ان انت عانيت الموسم الماضي وقدرت ان انت تصمد امام الجميع وتقعد في دوري القسم الثاني وهبط شبان انا. هذا الموسم بعد هبوط شبان انا من الموسم الماضي هبطت من دوري القسم الثاني الى القسم الثالث. طبعا بالتاكيد كابتن خالد، ان كرئيس نادي وكاحد جمهور نادي اقليم العظيم ببقى حزين من هبوطي من الدوري الممتاز للقسم الثالث ودخول في مقمار القسم الثالث ومشاكله، لكن ما باليد حيلة. ما باليد حيلة. بدك تعلم تماما ما تعانيه الأندية من مصاريف باهظة، وما تعانيه الأندية من تفاوت كبير في عقود اللاعبين في تلك المرحلة الخاصة بالدوري الممتاز به. فطبعا دي قصة يعني سبحان الله عايزين نلاقي لها حل، لان اصبحت تعاقدات لا تتناسب تماما مع امكانيات اللاعبين في القسم في الدوري الممتاز به او حتى في القسم الثالث اللي احنا رايحين له بالمره. يعني شايف الارقام كبيره، ارقام كبيره وفي تفاوت كبير، وخاصه في انديه الشركات اللي هي دخلت في سباق عنيف ومع انديه جماهيريه زي نادي جينا ونادي بني سويف ونادي سوهاج. النهارده بتحكي على اربع انديه جماهيريه لهم باع طويل في كره القدم، بيهبطوا من مجموعه الصعيد. بني سويف وسوهاج دول انديه دوري ممتاز، هي تالتهم نادي جينا بجماهيريته العريضه. نادي البداري لا يقل أهمية طبعا عن الثلاثة الباقيين. كل ده بيتصدم بالإمكانيات المادية المتاحة اللي أنا ما أعرفش رؤساء الأندية الباقيين سواء حتى الصاعدين هيحسموها إزاي في المواسم السابقة، لأن أصبحت بورصة اللاعبين بورصة كبيرة خالص شديدة في ظل وجود أندية الشركات. إيه الحل من وجهة نظرك يا أستاذ أشرف؟ الحل طبعا يا فندم إن لازم أندية الشركات ديت بإمكاناتها الباهظة ومنافستها لازم المقترح اللي كان قبل كده موجود لا تنعزل بمجموعة مستقلة وتترك المجال للمنافسة للأندية الشعبية الجماهيرية في مجموعات أخرى، لأن الموضوع بيزيد سوء. النهارده لو حسبنا الفرق الصاعدة والفرق الهابطة هنلاقي رصيد الأندية الشركات بتتصاعد رويدا وبتحتل اماكن حتى في الدوري الممتاز.
يعني لو جينا طبقنا الموضوع ده على الدوري الممتاز هنلاقي نفس القصة ونفس الموضوع. هيصبح فيما بعد ان الأندية او الأندية اللي بتمارس كرة القدم هي أندية ليست شعبية وليست جماهيرية، ولكن أندية تعتمد على رأس المال فقط لا غير. فطبعا ده بيضعف من فرص الأندية الشعبية الجماهيرية فيها خلق. فكان في مقترح قبل كده، يمكن كابتن خالد حضرتك كنت في الاتحاد وكنت عضو فعال بمعنى الكلمة، وكنا طرحنا قبل كده فصل أندية الشركات عن أندية الشعبية الجماهيرية حتى تستطيع، ونعمل دوري خاص بهم، يا إما الأندية يا إما أندية الشركات تخصص جزء من دعمها، وطبعا ده مستحيل لدعمها للأندية الجماهيرية الشعبية حتى تستطيع مشاهدة كرة قدم حقيقي، لأن أصبح هناك استحالة من طرح مخصصات الأندية أو الدوري بصفة عامة للدعاية والإعلان، حتى لو إحنا كتبنا أحلام وردية في هذا المجال لن تربح، لأن سبب قبل كده وكان تعرض وقلنا دخلنا في مشاكل مع الشركة الراعية، والشركة الراعية سددت ما سددتش، وحتى الآن لم تأخذ حتى الأندية التي شاركت في هذا الموسم حقوقها الكافية من الشركة الراعية. فلا، احنا لازم يكون في حل جذري، وانا بقترح، ده اقتراح وجهة نظري الشخصية، فصل أندية الشركات بكل أشكالها، سواء أندية شركات تبع الشركة او أندية هيئات خاصة بتصرف عليها، عشان بس ما تختلطش علينا الأمور ويقول لك النادي الفلاني لا أصل ده يعتبر نادي جماهيري انه يطبع بشركة مساهمة، والنادي العلاني يتبع لهيئة. لا لا، هي شركة، يا شركة يا جمهور، يا شركة يا جمهور. على عموم يعني أتمنى أن الفترة القادمة الأندية الشعبية يعني تتحرك، وأكيد هيبقى لها حل، وكلنا كإعلاميين وكل القنوات وراء الأندية الشعبية في كرة القدم، ويمكن من خلال برنامج في دوري بلدنا وأون تايم سبورتس بنسعى لي يعني تسليط الأضواء على الأندية الشعبية ومدى معاناتها في الفترات الأخيرة من ارتفاع أسعار عقود اللاعبين والمشاركة في كرة القدم، سواء في دوري الممتاز، دوري القسم الثاني، دوري القسم الثالث. بشكرك أستاذ أشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادي إنا. كان زي ما قلت لحضراتكم كان في مكالمة الأسبوع الماضي مع الكابتن ضياء الزعيم المدير الفني كان لنادي يعني طبعا سوهاج، وكان الدكتور نشأة العريس بعت لي إحصائية لمباريات الكابتن ضياء الزعيم وادي سوهاج بينشد طبعا وزير الشباب والرياضة الموافقة على إجراء مزايدة على رعاية فريق النادي، وكان الدكتور نشأة بعت لي يمكن إحصائية للقاءات الكابتن ضياء الزعيم، أدار يعني 15 مباراة مع نادي سوهاج هذا الموسم المقضي، فاز في 4 وتعادل في 5 وهزم في 6 وأحرز استطاع حصد 17 نقطة في 15 مباراة، وكان يعني بيقول إن ال 15 مباراة 45 نقطة يبقى الفاقد 28 نقطة، وإن هو أحرز 17 نقطة، لكن اعتقادي الشخصي يعني 17 نقطة أو الفاقد كام ما تتحسبش بالشكل ده. يمكن سوهاج أحرز 33 نقطة يعني لعن تقريبا 15 مباراة جاب 17 و15 مباراة جاب 16، ما فرقتش كتير، وعشان كده يمكن سوهاج هبط إلى دوري القسم الثالث هذا الموسم. بحيي نادي ملاوي وبحيي مجلس إدارة نادي ملاوي الأستاذ محمد هاني، بحيي كابتن إبراهيم صدقي رغم الإمكانيات المادية الضعيفة جدا جدا جدا، لكن الكابتن إبراهيم صدقي مع مجلس إدارة محترم في نادي ملاوي قدر ان هو يصنع المستحيل ويبقى في الدوري القسم الثاني للموسم القادم. فتحية الجهاز الفني، زي ما احنا بنلقي الضوء على الأندية اللي هبطت برضو بنحاول نلقي الضوء على الأندية اللي بقيت في دوري القسم الثاني. ايضا نادي المدينة المنورة كابتن محمد عويس يعني المدير الفني يعني للمدينة المنورة ومجلس إدارة محترم في نادي المدينة المنورة برئاسة الأستاذ طلعت الأمير،
يعني يمكن بقي أيضا في الدوري القسم الثاني، فتحية كبيرة لنادي المدينة المنورة. نروح للمجموعة الثانية، مجموعة القاهرة. المريخ جبنا الكابتن أحمد جوهر الأسبوع الماضي، بور فؤاد بالبيس بنها معانا على الهاتف. يعني بعتبر بور فؤاد من الأندية الشعبية والأندية الجميلة جدا جدا جدا، اللي يعني رغم هبوطها إلى دوري القسم الثالث هذا الموسم لكن صعدت بشرف، وحتى هبطت بشرف وحاولت على قد ما تقدر مجالس إدارات الأندية. دكتور جاسر الشاعر مع مجلس إدارة محترم في بور فؤاد وفر كل الإمكانيات المادية، جاب الكابتن أبو طالب العسوي، جاب صفقات لاعبين، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن بور فؤاد. دكتور جاسر أهلا بيك معايا في دوري بلدنا، رئيس مجلس إدارة نادي بور فؤاد، أهلا بيك يا دكتور جاسر. كابتن خالد لطيف الإعلامي الجميل، أهلا بيك. ربنا يخلي حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أقول لك هارد لك يا دكتور جاسر، أديت يعني قابلت بلاء حسنا وحاولت مع مجلس إدارة محترم وجبت جهاز فني محترم وعملت مجموعة من اللاعبين تعاقدت معاهم، لكن في النهاية هي منافسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أنا بسجل إعزازي وتقديري لقناتكم الجميلة أون سبورت، ولحضرتك كإعلامي مميز إعلام رياضي لرحمة الله عليه الوالد الشهير الحبيب الملايين المصريين كابتن محمد لطيف، وأنت خير خلف لخير سلف. أنا أستسمحك بس كابتن خالد، أنا الحمد لله شرفت برئاسة النادي بعد الانتخابات اللي مريت فيها، نادي بور فؤاد الرياضي لهيئة قناة السويس العالمية، وأنا بحب أذكر اسم العالمية ده جنب اسم مؤسسة هيئة قناة السويس، لأن لم يحدث في تاريخ مصر أن تشعر بقيمة هيئة قناة السويس إلا بعد مشكلة وأزمة السفينة إيفر جيفن طبعاً الأخيرة دي، والناس عرفت يعني إيه هيئة قناة السويس. وأنا الحمد لله رب العالمين شرفت برئاسة النادي. أيوة. وللمعلومة أقدم نادي في على مستوى الجمهورية من الأندية الرياضية، تم إنشاؤه سنة 1902، وهذه المعلومة التاريخية مسجلة، وأنا ده بيزدني شرف كمان طبعا إن أنا رئيس نادي أقدم نادي في الأندية الرياضية. أنا سلمت النادي، تسلمت النادي والزملاء أعضاء مجلس الإدارة، وإحنا كنا لسه طبعا مستلمين النادي بقالنا دلوقتي دخل في 6 شهور، مع بداية الصعود بتاع النادي من دوري الدرجة الثالثة للدوري الدرجة الثانية. وطبعا كان الجهاز الفني زي ما حضرتك قلت كده، احنا قمنا بتغييره بعد 4 أو 5 مباريات في الدور الاول من مجلس الاداره الجديد ده. دكتور جاسر كان في شهر كام؟ كان احنا خلصنا الانتخابات في اخر 9، استلمنا النادي بعد 1.5 شهر تقريبا، استلمناه في شهر 11. تمام. فدي كمان برضو السؤال ده انا بحييك عليه لذكائك الفطري المعهود، ده هيكون استلامنا للنادي بعد فترة الانتقالات طبعاً بتاعت اللعيبة. هو ده اللي أنا كنت رايح له، حرام يعني إيه تنجح في شهر 9 تستلم في نص 11. برافو عليك. يعني أنت بتضيع شهرين من نادي في أشد الحاجة اليوم. مش أشد الحاجة اليوم كمان، أنا ليه كان ليه مقولة، أنا طبعا إحنا عملنا يعني زي خطة علاج للأزمة اللي إحنا مرينا بيها. يعني أنا مستعد، أنا كرئيس مجلس إدارة معايا زملاء وأعضاء مجلس إدارة كلهم شغف ونهم إن طبعا يبتدوا بداية مع موسم رياضي جديد لاتحاد الكورة ومع دوري درجة تانية ممتاز به، بداية جميلة، لكن أنا مستعد إن أنا أغير جهاز فني كل يوم. يعني هقولها لك بلغة الأطباء لأن أنا طبيب وجراح عيون، فكل يوم 3 مرات بعد الأكل أغير جهاز فني عادي، لكن التزامي بتغيير القماشه بتاعت اللعيبه بتاعتي يا كابتن خالد، يمكن حضرتك هتبقى متفق معايا، ما عنديش الا فترتين مجبر اخاك طبعا ان انا ملتزم اغير. انت اوريدي استلمت، كانت عدت منك فتره قيد، ما فضلكش غير يناير. يس سر، ما عنديش الا يناير. خد بالك بقى القصه والازمه الحقيقيه اللي واجهتني انا والزملاء في المجلس، اللي هي ايه بقى؟ اهدار ونزيف النقاط اللي هيحصل لا قدر الله في حالة ان احنا المباراة بتاعت الموس او الدور الاولاني من الدوري لغاية لما جينا فترة يناير. ودي نقطة مهمة جدا، يبقى حضرتك هتبقى متفق معايا طبعا تماما. طبعا طبعا، ان انا كابتن خالد لما اجي انقي اللعيبة اللي انا عايزها ادعم بيها في الفريق،
هناك فرق شاسع ما بين اختيار اللعيبه في اول الموسم او في يناير. طبعا في يناير انت داخل في بدايه موسم قد بتختار افضل اللاعبين اللي في يناير اللي بيتبقى اللي ما بيروحش الانديه او اللي راح انديه ولم يوفق فيها. عرفت الازمه بقى اللي انا كنت متعرض ليها انا ومجلس الاداره، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نختار جهاز فني. انا يعني بكن له كل احترام كابتن ابو طالب العسوي، بس طبعا عدم التوفيق والتوفيق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها برضو يمكن دي لم تحدث او سابقه لم تحدث في اي نادي، اننا من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها والحمد لله رب العالمين وفقنا فيها، وهو جرينا على طول تعاقدنا مع اداره الفنادق في القوات المسلحه بحيث ان اي مباريات تبقى خارج محافظه بورسعيد يبقى الفرقه زي ما بتتقال المبادره على مستوى الدوله مبادره حياه كريمه، يبقى انا وفرت اماكن طبعا كريمه تليق بالفريق الاول. عامل خطه للموسم الجاي دكتور جاسر ولا لا؟ يس سير، بس انا ليا عتاب مش فضل. عتاب ليا ملاحظه، وارجو حضرتك تتبنى هذه الملاحظه فضل. بسرعه الاستجابه، وهي ما ينفعش يا كابتن خالد حتى هذه اللحظه سواء بقى للانديه اللي هبطت او سواء للانديه اللي موجوده اوريدي في الدوري الدرجه الثالثه لم يتم تحديد النظام اللي هتكون عليه مسابقه العام القادم، وده اللي في القسم الثالث. يس لا ما خلاص ما هم 8 مجموعات مقسمين بدل 12 في مجموعتين في الصعيد في مجموعتين في الصعيد، اول المجموعه الاولى مع اول المجموعه الثانيه هيلعبوا مباراه هيصعد منهم واحد مباشره للدوري الممتاز. هناك 6 مجموعات هتبقى متبقيه من الثمانيه، كل 3 مجموعات هيطلع منهم الثلاث اوائل يلعبوا دوره سواء من دور واحد او من دورين هيصعد منهم واحد مباشره الى الدوري الممتاز. ده تم اتخاذ قرار خلاص، ده خلاص كان معانا الكابتن خالد كامل الاسبوع الماضي وقال لنا ده على الهواء مباشره. بس ما لم يتم اتخاذ قرار، يمكن ما تمش ارساله، بس هو ده الشكل اللي تم الاستقرار عليه بشكل كبير جدا. انا بقول لحضرتك ليه يعني اخر حاجه لغايه امبارح، يعني انا انت عارف حضرتك الجروبات اللي احنا كرؤساء انديه الدوري الممتاز به داخلين فيها والمناقشات والحوارات دي قدامنا يعني. فعموما والله لو ربنا خدها على ضمانتي 3 مجموعات هيطلع منهم واحد، 3 مجموعات هيطلع منهم واحد، مجموعتين الصعيد هيطلع منهم واحد لدوري القسم الثاني. اعمل حساباتك على كده يا دكتور جاسر. ربنا كريم، احنا الحمد لله يعني ابتدينا الاستعداد بدري، وطبعا تعاقدنا مع كابتن طارق الصاوي ان شاء الله هو خلاص ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن طارق هايل الحمد لله رب العالمين، هو ابن مخلص من ابناء نادي بورفؤاد الرياضي، وانا دايما عندي المقوله دي مش هيقوم انديه الانديه بتاعت الاقاليم وتحديدا نادي الا ابنائها الا ابنائها، والاعتماد على مصنع الانتاج اللي عندي وهو بلا شك، وهي دي الحته الثانيه اللي انا حاططها كاستراتيجيه للنادي في الفتره اللي جايه، ودعواتك يا حبيب قلبي بالصعود مره اخرى ان شاء الله بالمنظومه وبدعواتكم والاعلام والاهتمام معانا، واحنا عندنا مركز اعلامي هنا في بورفؤاد. انا معلش اسمح لي بس استغل الفرصه الجميله دي واقدم له كل الشكر والتحيه على المجهود الرائع اللي عملوه بالتغطيه للمباراه كلها وكاحداث وتفاعلات مع النادي عندنا بورفؤاد. ربنا يوفقك دكتور جاسر مع مجلس اداره المحترم لنادي بورفؤاد، وان شاء الله تقدم موسم رائع مع الكابتن طارق الصاوي المدير الفني القدير. كابتن طارق صعد بنبروه هذا الموسم، انتقل الى نادي بورتوفيق، اختيار صائب جدا من وجهه نظري لنادي بورفؤاد، ودي يمكن برضو خبر حصري ان خلاص الكابتن طارق الصاوي المدير الفني السابق لنبروه في الموسم القادم في نادي بورفؤاد. قلنا المريخ واطمئننا على المريخ، والكابتن احمد جوهر برضو رايه نفس راي يمكن الدكتور جاسر، انه ان شاء الله الصعود من القسم الثالث للقسم الثاني اسهل من هو كان يقعد الموسم اللي جاي. قالك كده كده لو كنت حتى قعدت الموسم الجاي في القسم الثاني كنت ههبط، وساعتها ما كنتش هعرف اطلع تاني من القسم الثالث، يمكن هبطت السنه دي عشان اعرف اطلع السنه الجايه من القسم الثالث. بلبيس وبنها يمكن سياده النائب حموده محمد حموده رئيس مجلس اداره نادي بلبيس عمل برضو مجهود كبير جدا 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 هذا الموسم، وتعاقد مع نجوم كبار، كابتن محمد صبري اداره في فتره من الفترات، حاول ان هو يلعب على ملعبه في فترات كبيره جدا، حاول ان يكون موجودا لموسم اخر،
لكن هبط بالبيس وهبط بنها، دمنهور والزرقاء وصيد المحله والرجاء. قلبي عند دمنهور، ودمنهور يمكن يعني يمكن حاولنا في اكثر من حلقه ماضيه القاء الضوء على دمنهور، سواء كان في يعني تقرير جماهيري كان يعني حزن شديد جدا داخل جماهير دمنهور وفي محافظة البحيرة. الزرقاء الحاج سمير موسى الراجل عانى على مدار سنوات طويلة سابقة. سيد المحلة أستاذ محمد الحليب، أنا عارف مدى حبه ويعني التزامه الشديد جدا منذ أن كان نائب رئيس نادي سيد المحلة ثم أصبح رئيسا لنادي سيد المحلة. حاول الراجل خلال هذا الموسم قبل بلاء حسن نادي سيد المحلة، لكن حاول يوصل في الآخر. ادي يمكن دي ترتيب المجموعة امام حضراتكم. سبورتنج مركز تاسع، بايونيرز المركز العاشر، المنصورة المركز الحداشر، حمام في المركز الاتناشر، دمنهور تلتاشر، الزرقاء 22 نقطة، سيد المحلة 17، رجاء مطروح 5 نقاط. الرجاء برضو كان بيعاني يمكن هذا الموسم. دمنهور عفوا 28 نقطة وكان يعني بيحاول لكن ما قدرش يقعد. بحيي فريق الحمام، زي ما انا قلت فريق الحمام بيقاتل، عائلة رسلان طبعا الحاج عدلي رسلان، الاستاذ نور رسلان، ومجلس ادارة محترم، و35 نقطة. المنصورة 39 نقطة فضل في المركز الحداشر، واعتقادي الشخصي خلاص خلال الساعات القليلة القادمة المنصورة بشكل كبير هتولى إدارته فنيا الموسم القادم الكابتن أحمد الكاس. كابتن أحمد الكاس من الأسماء الكبيرة في كرة القدم. بايونيرز صعد ليبقى هذا الموسم، ويعني الحاج محمد عطية رئيس مجلس إدارة نادي بايونيرز قدم اللي عليه وخلى يعني بايونيرز بقى اسم في مجموعة بحري وليه مكان. سبورتنج برضو رغم إمكانياته القليلة جدا لكن في المركز التاسع برصيد 43 نقطة. طيب تعالوا نروح كده نشوف تكملة لدن، نشوف نتائج المجموعة، مجموعة بحري والإسكندرية هذا الأسبوع. بايونيرز مع المنصورة انتهى بتعادل الفريقين بهدف مقابل هدف. مصر بالسلوم مع حرس الحدود بدون أهداف. الأولمبي مع دمنهور بهدف مقابل لا شيء. كيرنس مع كفر الشيخ 3 أهداف لكيرنس، وكيرنس مع الكابتن حسام عبد العال عمل موسم رائع جدا جدا جدا. كفر الشيخ هزيمة ب3 أهداف مقابل هدف. بلدية المحلة فوز على الحمام بهدفين مقابل لا شيء. الزرقاء هزيمة من أبو قير الأسمدة اللي جدد تعاقده مع الكابتن أيمن المزين ب5 أهداف مقابل 3. يعني حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه كابتن ايمن مزين، الاستاذ محمد الحليبي يعني معانا على الهاتف، يعني برضو النائب حموده، نشوف برضو اخر تطورات الانديه بحري. الرجاء مع سبورتنج هزيمه كبيره للرجاء ب7 أهداف نظيفه. المجد وصيد المحله فوز المجد السكندري اللي قدم برضو وقبل بلاء حسنا هذا الموسم رغم صعوده حديثا لدوري القسم الثاني هذا الموسم، لكن قبل بلاء حسن هذا الموسم. خلاص قلنا كالوشا النصر في سموحة الموسم القادم، هيتبقى المقابل المالي ما بين نادي سموحة ونادي النصر هيتحدد خلال الأيام القادمة طبقا لتصريحات يعني وكيل كالوشا ميدو حماية الله. فرحان ان كالوشا راح الدوري الممتاز وهيكون له يعني نسبة كبيرة جدا من النجاح. اجتماع في بلدية المحلة لتحديد مصير الجهاز الفني، وان كان الاقرب هو رحيل الكابتن محمد صلاح. هناك اكثر من يعني مدير فني مرشح لتولي المهمة في الفترة القادمة، كابتن احمد ساري، كابتن طارق السيد، كابتن كشري، 6 أسماء مرشحة لقيادة النصر للتعدين الموسم القادم. كابتن ابو العنين شحاتة النهارده اللي هيكون ضيفنا مع الكابتن سعيد عبد العزيز. كابتن سعيد عبد العزيز وكابتن ابو العنين النهارده هيكون الحوار الفني في الـ3 مجموعات وخاصة في مجموعة الصعيد. كابتن سعيد عبد العزيز انا عارف قدامه العديد من العروض، كان كسر الدنيا مع نادي كيما اسوان. كابتن ابو العنين شحاتة كان مع المنيا
هذا الموسم يعني ما صعدش بالمنيا صحيح، لكن بقي في الدوري للموسم القادم. خلاص كابتن الكاس هيقود المنصورة يعني الموسم القادم، وخلاص اتفق مع المنصورة ومجلس إدارة المنصورة على تولي المهمة بعد لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كاس مصر، ويعني ده خلاص قرار أخير. كابتن أيمن مزين خلاص بعد تجديد تعاقده مع نادي أبو قير الأسمدة منح اللاعبين يومين فقط راحة بعد انتهاء الدوري، وقرر النزول بالتدريبات من أجل البحث عن لاعبين أفارقة جدد بالإضافة إلى لاعبين من قطاع الناشئين. أبو قير الأسمدة أنهى يمكن هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. كابتن نبيل محمود رغم يعني عدم تأكد بقائه في منتخب السويس، لكن بيرشح باسم عادل زي ما قلنا على كالوشا للدوري الممتاز هذا الموسم. كيرنس برأس المهندس خضر إبراهيم عمل تكريم للجهاز الفني واللاعبين بعد الحصول على وصافة مجموعة بحري، والحقيقة تتقال عمل فريق جامد لكيرنس هذا الموسم. كابتن حسام عبد العال بيعتبر من أفضل المديرين الفنيين هذا الموسم، قاد كيرنس إلى القسم للمركز الثاني بعد حرس الحدود اللي صعد للدوري الممتاز هذا الموسم. مصرية صلاط هيلعب مع الزمالك وديا رغم انتهاء الموسم الكروي، لكن كابتن عمرو أنور هيلعب مع نادي الزمالك بحثا عن المزيد من اللاعبين خلال الفترة القادمة. مصرية صلاط لسه لم تحسم موقفها بشأن التجديد للكابتن عمرو أنور ولا التعاقد مع مدير فني جديد. كيما أسوان بيستعجل بيبو من أجل حسم موقفه من تدريب الفريق في الموسم القادم. بيبو كان صعد بنادي أسوان، واضح أن كيما أسوان حط عينيها على بيبو لو ما كملش مع أسوان في الدوري الممتاز الموسم القادم. هنشوف الأيام القادمة يعني هتسفر عن إيه. ده كل الأخبار في ثلاث مجموعات سواء الخاصة بالأجهزة الفنية والخاصة بصفقات اللاعبين. هنروح لفاصل مشاهدينا الكرام، نعود نستقبل ضيوفنا النهارده كابتن سعيد عبد العزيز كابتن ابو العنين شحاته بعد الفاصل. مين معانا على التليفون قبل ما نروح لفاصل؟ كابتن ايمن المزين. كابتن ايمن اهلا بيك معايا. كابتن ايمن حبيبي يا كابتن خالد، متالق دايما كده ومن احسن لاحسن، ومتعنا دايما ببرنامجك الجميل. ربنا يخليك. طيب يا رب كده، ونهايه خير على الكل ان شاء الله، وكل بدايه موسم جديد موفق لنا كلنا ان شاء الله. وانت اللي متالق دايما يعني ما شاء الله مع ابو قير الاسمده، والف مبروك على التجديد مع ابو قير. رغم انا عارف ان كان عندك العديد من العروض في انديه كتيره جدا، لكن فضلت البقاء مع ابو قير الاسمده. ويمكن ابو قير انا عارف ان هي يعني المهندس مدحت سمودي هو من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، فابو قير الاسمده كان متمسك ببقائك لموسم اخر والتجديد معاك بعد احتلالك المركز الرابع برصيد 51 نقطه، أصر على التعاقد معاك والتجديد معاك لموسم قادم. الحمد لله كابتن خالد، طبعا انا بشكرهم طبعا هم على ثقتهم الغاليه فيا، ويمكن زي ما حضرتك قلت كابتن مدحت حمودي من الناس اللي كانت مصره جدا على بقائي. لا هو من شخصيه من الشخصيات الجميله جدا جدا جدا، ودعم لينا بشكل كبير، وهو مجلس الاداره بالكامل. فحسيت ان الامور هتبقى فيها استقرار، الفرقه عارفينها، عارف النواقص بتاعتها، عارف الاحتياجات بتاعتها. هدفهم السنه الجايه الشغل والعمل على صعود الطبيب لنتيجه الدوري الممتاز، فكان في وسط التماسك بيا، وحسيت بالامور بتبقى متبادله ما بينهم وبين بعض ودعمين لبعض، ففضلت ان انا البقاء مع ابو قير افضل من اخوض تجربه ثانيه مع فرقه ثانيه. سامع ان انت يعني اديت الفرقه راحه يومين بس هترجع وتنزل بالتدريبات عشان عايز تشوف الناشئين وعايز تشوف لاعبين افارقه جدد. لا والله انا عامل مرحله الاعداد على ثلاث مراحل. المرحله اللي اللعيبه خدت اجازه فعلا، لكن مش هم اللي هيرجعوا، اللي هيرجع قطاع الناشئين 2001 و2002 و2003 و2004 و2005، دول اللي هعمل لهم تدريبات بحيث ان اشوف اللعيبه المميزه اللي ممكن تنفع معانا الفتره الجايه في الفريق الاول، بجانب اللعيبه اللي ممكن اشوفها في الملعب الافارقه اللي هيكونوا موجودين لو حد ينزل منهم اختبارات، فهشوفهم في الفتره دي، بحيث ان انا ابدا فتره الاعداد 1/7 باللعيبه اللي انا خلاص هي استقريت عليها في الموسم الجديد واللي هتكمل معايا، واكون قفلت على فرقتي بدري جدا. يمكن قطاع الناشئين عندنا برضه قطاع مميز، احنا لعب معانا مجموعه ال20 في الفترات الاخيره، والماتش الاخير لعب معانا محمد عصام كان في منتخب مصر 2004،
من اللعيبه الكويسه جدا واحرز هدف في المباراه وعمل هدفين، فبرضه من اللعيبه اللي هيبقى لها دور الفتره الجايه معانا في الموسم الجديد باذن الله. يعني انت عايز تقول ان انت الفتره من هنا لواحد سبعه هتحاول تستقر وتنتقي على العناصر اللي هتتبقى معاك وتفضل ثابته في الموسم القادم عشان تبدا خلاص المجموعه معاك مين؟ اه ان شاء الله من مجموعه الناشئين، لكن الفريق الاول طبعا المجموعه اللي موجوده معايا عرفت مستقر مين اللي هيكمل معايا ومين اللي هيتم توجيه الشكر ليه في الفتره الجايه، فان شاء الله على واحد سبعه هنكون ان شاء الله باذن الله قفلنا على فرقتنا خالص. يتبقى عنصر او عنصرين لو ظهر حد مميز يعمل اضافه للفرقه، لكن احنا شغالين من بقالنا فتره مضاد مع لعيبه ويمكن فعلا خدنا خطوات بتدعيم الفرقه، فالحمد لله يعني الامور لما تكون حضرتك موجود بالفرقه من الموسم الاول فعارف الدنيا وعارف الامور النواقص اللي عندك والاحتياجات بتاعتك فبتشتغل عليها بدري فبتعمل استقرار بدري، وده الحمد لله اللي تم التمويل لنا مع الدعم الكامل من مجلس الاداره فشغالين بشكل كويس الحمد لله. شريف اشرف باقي في الفريق ولا لسه ما تمش التعاقد معاه والتجديد؟ لا شريف عقده لسه فاضله، يعني شريف مضى السنه دي بس وجه السنه دي، لكن شريف من اللعيبه المهمين جدا في الفرقه، اللعيبه الهدافين خبرات كمان كبيره جدا شخصيه، لا وشخصيه جميله محترمه جدا وجميله جدا وحريف جدا. فوجوده في الفرقه ده مكسب للنادي بيقول لك ده مكسب لينا كلنا طبعا. انت معاك على العموم جهاز فني رائع كابتن ايمن والاستاذ مدحت السمودي شخصيات الجميع، معاك كمان احمد نبيل مدير كره ممتاز يعني دينامو ها شخصيه جميله جدا وعاشق لنادي ابو قير الاسمده وكل امنيه حياته ان ابو قير الاسمده يصعد للدوري الممتاز، فربنا يقدرنا يا رب انا والجهاز المحترم اللي معايا ان احنا نكون سبب في صعود ابو قير الاسمده في الموسم القادم باذن الله. جهازك الفني اللي مكمل معاك مين يا كابتن ايمن؟ انا معايا الكابتن سمير سعد مدرب عام والكابتن محمد عطيه مدرب دكتور تامر محطه احمال ومعايا الجهاز الطبي مصطفى وطه واثنين اداريين حسن حسين نبوي وتم اضافه مصلح داني من النادي كان موجود قبل كده وجه وطبعا الكابتن احمد نبيل مدير كوره، ده الجهاز اللي بتاعنا اللي موجود ان شاء الله اللي مكملين بيه الموسم الجديد. بالتوفيق ليك يا كابتن ايمن، انت تستحق وانت من يعني المديرين الفنيين الاكفاء بلا شك المميزين، ويعني رغم العروض لكن انت كمان ابقيت على رغبتك في البقاء لابو قير الاسمده في الموسم القادم. ربنا يبارك كده يا رب ودايما حضرتك متالق كده ومتعنا دايما يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن ايمن، الف شكر. شكرا يا كابتن. الف شكر. يتبقى لينا مشاهدينا الكرام في الفاصل تقرير عن المصري بالسلوم واستعداداته الأخيرة قبل لقائه مع النادي الأهلي في بطولة الكأس. النادي المصري بالسلوم بيحاول بيبذل أقصى ما عنده، هنشوف تقرير عن استعداداته الأخيرة للبطولة القادمة ومباراته القادمة في الكأس. وينضم إلينا ونستقبل ضيوفنا النهاردة كابتن سعيد عبد العزيز كابتن أبو العينين شحاتة بعد الفاصل والتقرير مشاهدينا الكرام. من دلوقتي في الدوري ده بالنسبه للنادي صاعد لسه من الدرجه الثالثه دي حاجه كويسه، وتكوين الفرقه في وقت قليل، عندنا ظروف كتير بقى ايقافات واصابات، كان جاي لنا لعيبه بقى لها شهرين ما بتلعبش، فالحمد لله على اللي احنا وصلنا له ده انجاز الحمد لله. عندنا ماتش بقى ان شاء الله يوم 12 مع النادي الاهلي في الكاس، احنا وصلنا دور ال 32، ربنا يسهل ونقدم مباراه كويسه تليق بينا وبالفرقه دي ان شاء الله عشان تبقى تدوج للموسم باذن الله. احنا ان شاء الله احنا اتفقنا مع الكابتن احمد التدريبات ان شاء الله بعد الاجازه هيريحوا يومين ان شاء الله ونرجع من يوم الاحد، تدريباتها هتبقى بالليل عشان الماتش غالبا هيبقى الساعه 9 بالليل. ان شاء الله استعدادات هنبقى مستعدين ان شاء الله للاهلي، طبعا احنا بنلعب بطل افريقيا ونادي القرن واكبر نادي في مصر، فان شاء الله نقدم قدامهم مباراه كويسه تليق بينا وتبقى شكلها كويس ونطلع بمظهر كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق مفاجاه ان شاء الله. دي فرصه كويسه لينا، بس هو طبعا الشحن الاعلامي الاهلاوي طبعا كله ضاغط عليهم ان هم يبقى اول ماتش ليهم بعد بطوله افريقيا هيبقى ماتش مصر السلوم، فربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه قدامهم باذن الله. وانا عندي ثقه في لعيبتي، انا عندي غيابات ان شاء الله هترجع لي،
عندي ثلاث غيابات مهمين جدا ان شاء الله يرجعوا لنا في الماتش النادي الاهلي. كل اللي احنا بنوعده في ماتش الاهلي احنا نقدم مباراه محترمه ان شاء الله. احنا بنلعب فريق كبير واحنا محظوظين ان احنا نعرف الناس مين هو مصر مصر السلوم، لان احنا بنلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. ان شاء الله هنحترمه ونقدره وهنقدم قدامه مباراه كبيره ان شاء الله. والله انت عارف يعني مباراه هي تعتبر كنادي مصر السلوم لينا ماراثون طويل واحتفاليه امام نادي كبير زي النادي الاهلي، اول بطل افريقيا، بطل العرب، فرقه حصلت على بطولات ياما. ولكن احنا كنادي المصري السلوم ان شاء الله باذن الله اللعيبه والجهاز الفني مركزين في المباراه دي انهم هيبانوا بصوره كويسه وهيادوا اداء جيد يليق بمحافظه مطروح، مش مدينه السلوم فقط بل هيليق بالسلوم كلها، ويقدموا عرض يليق بينا باذن الله. وان شاء الله باذن الله هتكون مباراه جميله. والله هي احنا كلنا مصر كلها زعلانه اولا على خروج نادي الاهلي، بس نقول ايه، هي دي كره القدم، دايما يكون في فريق يحصل على البطوله. ولكن حق مشروع للنادي الاهلي وحق مشروع لمدينه السلوم ان كل واحد هينافس وكل واحد هيعمل اللي هي في الاول وفي الاخر. انا عايز نقول هي كره قدم حقيقيه، الفريق اللي يجتهد واللي يتعب داخل الملعب هو اللي يستاهل انه يصعد للدور 16. رجعنا لحضراتكم مرة تانية كل مشاهدينا في دوري بلدنا في اون تايم سبورتس. معانا اتنين من المديرين الفنيين اصحاب العلامات في مجموعة الصعيد، احد النجوم التدريب على يميني وكان لاعب من اللاعبين الطراز الفريد، كابتن ابو العينين شحاتة. اهلا بيك كابتن ابو العينين، شرفني ومنورني. اهلا بيك يا كابتن خالد، شرف ليا، بحيي حضرتك وبشكر حضرتك على الاستضافة، واسيب حضرتك بقى تقدم النجم الثاني عشان ما نحرقش الموضوع. كابتن سعيد عبد العزيز طبعا نجم من النجوم التدريب ومحللنا الرائع. كابتن سعيد اهلا بيك ومشرفنا ونورنا. ربنا يخليك كابتن خالد، انا مبسوط طبعا. متألق دايما. ربنا يخليك كابتن، انت دايما المتألق وربنا يا رب دايما يزيدك. وانا مبسوط موجود النهارده مع حضرتك ومع ابو العينين. طبعا بقى كتير ما شفتوش والله، فسعيد موجود مع حضرتك النهارده ومع ابو العينين. حبيبي يا كابتن. ابو العينين كسر الدنيا في المنيا، ايه القصه؟ ما عشان هو كان بعيد، هو لما بيبعد شويه ويجي يمسك فرقه كويسه بيبان ابو العينين. صح؟ شيبين. وبعدين جماهير عندي بتهاجم كابتن ابو العينين. شيبين ولا في المنيا؟ المنيا. ولا في المنيا؟ في المنيا ولا في شيبين؟ المنيا. في المنيا دايما انا انكشك كنت في المنيا. واصلا ما فيش جماهير اساسا يعني، بس جت منين دي مش عارف. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. ما على؟ عليه. على مين؟ عليه. نورنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن خالد. هشام ابو حديد بيقول لي حاجه ما اعرفهاش، رغم ان انا بحبك جدا حتى على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. وعلقت على مباريات كتير. اول تعليق لحضرتك كان انا معايا حتى الفيديو ده مع كابتن محمود بكر الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. كان علامه من علامات. كنت في وقت لسه بتتمرن وقاعد جنبه في قناه بنلعب الاهلي. كنا بنلعب الاهلي وجبت اول جون، وحضرتك اول ما جبت الجون قلت يعني انه جون جميل جدا جدا من ابو العينين شحاته. راح كابتن محمود بكر راح بقى فضل زي الاستاذ اللي بيعلم التلميذ كده، قال له لا مش جون حلو بس، لا الكره معموله من لمسه واحده على على اسرع ما يمكن في الحته اللي في ظهر مش عارف مين. صح كده. يمكن الجيل بتاع انا وعلي محمد علي وحاتم بطيشه وكابتن احمد طيب و دكتور طارق الأدور، كان لينا الشرف ان احنا يعني في بداية تعليقنا على مباراة كرة القدم زميلنا النجوم الكبار، يعني زميلنا الكابتن ميمي الشربيني، كابتن شوبير، كابتن حمادة امام طبعا. كنا بنعمل تعليق مزدوج في بداية قناة النيل الرياضة مع الاستاذ والاعلامي طبعا الكبير الاستاذ حسام الدين فرحات، ربنا يديله الصحة يا رب. دي زي دورة تدريبية كده او كورس انت بتاخده قبل ما تطلع هوا او قبل ما تشتغل لوحدك، اشتغل مع استاذ كبير ومع معلق كبير زي كابتن محمود بكر. فالحقيقه كان حتى النظام المتبع ساعتها انه كان اتنين بيقعدوا في لا خلي بالك بيفرق كتير. طبعا كابتن مصطفى الكنان يرحمه، انا فاكر مره كان في استاد القاهره بنعلق ونسيت ورق التعليق بعد ما خدت التشكيل والحكام وطلعنا الكابينه فوق على راي كابتن محمود بكر من اعلى نقطه ونسيت الورق تحت كله بقى فيه الاحصاءات والارقام والمعلومات و كابتن محمود بكر قال لي ولا يهمك ولا كل حاجه موجوده، وعملت الحمد لله ماتش من احلى الماتشات. سمعت ان انت كان قدامك عرض في سويسرا و معلومه جديده وانت لاعب وعملت حادث ساعتها وحاجه حصلت ومسافرتش. انا
كنت ساعتها بلعب في جولدي، كان مدرب اجنبي معانا واعجب بيا جدا جدا جدا. بعد ما سافر بعت لي سافرت انا ساعتها انا ومعتصم سالم، كان معتصم لسه ناشئ تحت السن. سافرنا عملنا معايشه في نادي اسمه زيورخ سنه 2002، وعملنا المعايشه وعملنا الكشف الطبي واتفقوا على المقابل المادي وانا اتفقت على المقابل المادي وخلاص هبقى محترف. جيت مروح انا وهاشم الدسوقي، هو مدرب حراس مرمى نادي الداخليه دلوقتي وكان حارس مرمى معانا، وفرحان بقى وعمال اغني بالعربيه، ما كنتش نايم قبلها بيوم. عملت حادثه كبيره جدا جدا، يمكن فقدت الذاكره ساعتها 15 يوم. كابتن خميس دودار لي وقعه جميله جدا، جه يزورني في المستشفى ابو العينين اخبارك، انت عارف حضرتك صوته طبعا. ابو العينين اخبارك ايه، انت عامل ايه، ايه اللي حصل؟ اقول له انا مش عارف ايه اللي حصل. قول لي انت ايه اللي حصل. فيفضل يتكلم شويه وبعدين اقول له هو ايه اللي حصل يا كابتن خميس. نتكلم شويه اقول له ايه اللي حصل، قال لي على عاد يشتم فيا. لا كابتن خميس كمان اللي خلاص يا عم في ايه انت بتستعبط. وكابتن سعيد كان عنده برضه عرض متهيألي وانت في النادي الاهلي كابتن سعيد، صح؟ جالي عرضين، جالي كوبنهاجن في الدنمارك اول ما روحت من الاهلي، وجالي المريخ السوداني، بس ده اللي كنت ممكن اسافر واروح، بس طبعا كانت العمله في الوقت ده طبعا جنيه السوداني كان ميت. لكن كوبنهاجن دي المفروض ان كنت فعلا هسافر، لكن الكابتن طبعا انت عارف باشمهندس عادل القيعي ما كانش يعني رافض، لان كان هو في الوقت ده هو الصفقات طبعا، وانا كنت لسه رايح النادي الاهلي ولسه واخد لسه يعني ما خدتش وقتي في النادي الاهلي، يعني النادي رفض. طيب تعالوا بقى نروح للمجموعه الاولى والمجموعات الثلاثه، ويعني هننظر طبعا يعني طبعا المجموعات الثلاثه وللموسم بحاله. هنبدا كابتن ابو العينين كابتن سعيد بتقرير يمكن زملائنا عاملينه ومحضرينه عن الدوري هذا الموسم. تعالوا نروح نشوف ونتابع هذا التقرير ونرجع مع الكابتن ابو العين شحاته والكابتن سعيد عبد العزيز. بعد ماراثون طويل وشاق شهد العديد من لحظات الفرحة والسعادة وأوقات الحزن والغضب، موسم شهد رحيل عشرات المدربين والتعاقد مع الكثير من اللاعبين، أخيرا اختتم دور الممتاز باء لموسم 2021-2022 بعد إقامة 720 مباراة بالمجموعات الثلاث بواقع 240 مباراة في كل مجموعة. انتهى الموسم الكروي وبقيت الفرحة والسعادة من نصيب ثلاثة أندية فقط هي صاحبة العرس هذا الموسم بعد نجاحهم في التأهل إلى دور الأضواء والشهرة، وهي أسوان عن المجموعة الأولى والداخلية في المجموعة الثانية وحرس الحدود عن المجموعة الثالثة. بينما كان الحزن والأسى من نصيب 12 ناديا بعد هبوطهم لدور القسم الثالث ليبدأوا رحلة جديدة وشاقة من أجل استعادة مكانهم في المسابقة الموسم بعد المقبل، وتحديدا في دور المحترفين المزمع انطلاقه موسم 2023-2024، حيث هبط في المجموعة الأولى أندية سوهاج والبداري وقنا وأخيرا بني سويف، وفي المجموعة الثانية هبط المريخ وبورفؤاد وبلبيس وبنها، وفي المجموعة الثالثة هبطت أندية دمنهور والزرقاء وصيد المحلة والرجاء. وشهد هذا الموسم العديد من الأرقام التي تحققت خلال المنافسات، أبرزها رحيل 80 مدرب من الأندية المختلفة، وأيضا تحقيق فريق الرجاء لرقم سلبي لم يسبقه غيره باهتزاز شباكه ب 95 هدف، والغريب أنه لم يحقق أي فوز في المسابقة مكتفيا بتسجيله لستة أهداف فقط في 39 مباراة، رغم أنه كان من وقت قريب أحد فرق الدوري الممتاز. مجموعة الصعيد هذا الموسم هي اللي بقيت حتى الرمق الأخير، مش عارفين مين اللي هابط منها، كان خلاص البداري وإنا هبطوا وسوهاج، لكن حتى اللحظات الأخيرة من الأسبوع الأخير تحدد الفريق الرابع وهو فريق بني سويف. ملاوي عمل المستحيل وبقي، المدينة المنورة عملت المستحيل وبقيت،
وهبط فريق بني سويف بغرابة شديدة جدا. واحدة من مفاجآت المجموعة الأولى إن بني سويف وسوهاج يهبطوا لدوري القسم الثالث. ويمكن أنا النهاردة قلت في بداية الحلقة ويعني قبل ما يدخل نجومنا وضيوفنا إن الأندية الشعبية في خطر كابتن أبو لاني. طبعا كابتن خالد، وده مؤشر واضح جدا وخطر جدا في سنة واحدة وفي موسم واحد، ولسه ما فيش قرار نظام دوري المحترفين أو هبوط عدد كبير من الأندية. وبنلاقي دمنهور النهاردة في هبط، بنلاقي سوهاج هبط، بنلاقي الرجاء هبط، بنلاقي المريخ هبط، بنلاقي بني سويف هبط، دمنهور هبط. دمنهور ما قلت دمنهور، خمس أندية كبار جدا جدا وقاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا جدا يا كابتن خالد، ولسه عايزين نطبق احنا دوري المحترفين. مش عاجبك قصه دوري المحترفين؟ لا مش عاجبني يا كابتن خالد، مش عاجبني بصراحه. حتى لو انت اديت للانديه فلوس كتير، الجغرافيا بتاع مصر لا تتناسب معها ابدا ابدا اطلاقا. تعالى يا كابتن خالد كده، انا راجل ماسك المنيا، بمعنى ايه ان الجغرافيا بتاعت مصر مش جغرافيا بعيد المسافات؟ ما اصلا بيطلع يلعب في الدوري الممتاز، بيطلع في الدوري الممتاز طيران وبيقعد في مصر بال 20 يوم، بيوفر له الامكانيات، وفي النهايه اسوان بينزل. صح ولا لا؟ بيقعد اسوان، بيقعد سنه، بيقعد اكتر من سنه، ما بيقعدش اكتر من سنه. حلو. لان حتى لو معاه امكانيات لابد يتوافر وسائل مواصلات سريعه زي قصة الطيران. امكانيات بس. قصه امكانيات بس، القصه امكانيات وعايزين نقول بنيه تحتيه بتاعت البلد. البلد لسه بتتبنى يا كابتن خالد. لا انا قصدي ايه، وهاخد راي كابتن سعيد. طبعا الامكانيات عامل من عوامل مهمه، عشان بس الناس ما تفهمش غلط، عامل من العوامل المهمه جدا الامكانيات الماديه. لكن النهارده نادي ملاوي ونادي المدينه المنوره باقيه بالمقارنه بسوهاج وبني سويف، ما فيش يا كابتن فلوس، ما فيش فلوس يا كابتن. لا ما سوهاج اولا سوهاج المجلس اداره اتحل بقاله فتره، ثانيا الجديد بقى في الانديه وفي المجالس الادارات الجديده وفي الجامعات العموميه ان هي تقول لك مش عايزين كره قدم. يعني في بني سويف مجلس الاداره جه احد اعضاء مجلس الاداره منزل بوست على صفحه النادي بيقول ان كره القدم بتكلف النادي كتير وبتكلف ال 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 مجلس الاداره، مجلس الاداره فوق طاقته، وان احنا بنصرف على الفاضي والكلام ده كله، ولازم نلغي كره القدم. وده اتجاه في معظم الانديه. هقول لك على حاجه، اتفضل. وجهه نظر تحترم. ليه؟ ما هو برضو بعض مجالس الادارات بتفكر، طب ماشي انا هصرف وهوصل خدت بطل القسم الثاني، ايه اللي استفدته ماديا؟ ما انت خلي بالك انت عندك ميزانيه محدده، لازم يبقى في عائد مقابل اللي انت بتدفعه، لان كره القدم في العالم كله صناعه. صح ولا غلطان يا كابتن سعيد؟ بتصرف بايدك اليمين، لازم اكسب بايدي الشمال. تمام، احنا ما عندناش رايك. طيب. ايه مش فاضل. ما انا هرجع تاني ليك يا كابتن، رايك ايه يا كابتن سعيد؟ بص يا كابتن خالد، هو احنا لو على احنا في معادله وقت صعب على فكره. طبعا. جدا. اولا معظم الانديه زي ما بيقولوا بيقول يعني الانديه الكبيره دلوقتي بدات معظمها تختفي دلوقتي الجماهيريه. يعني احنا مثلا بنتكلم زي ما بيقول سوهاج نزل، بني سويف نزل. بني سويف ده من سنه او سنتين كان بينافس على الصعود. الاثنين سوهاج وبني سويف كانوا بينافسوا، الاثنين كانوا بينافسوا على الصعود. دمنهور من الانديه اللي صعب ان انت حتى تذكر اسمها انها نزلت درجه ثالثه. طبعا. المريخ، الرجاء نفس الكلام، الرجاء، الرجاء اللي الرجاء الدوري مكسر الدنيا، يعني مكسر الدنيا وصعد ولعب دوري عام، وانديه لعب دوري عام واسماء كبيره. طب انت السنه دي ادي خمسه او سته، لو السنه الجايه مش هصرف يا كابتن خالد زي ما حضرتك بتقول، لو انا هصرف ومش هلاقي المقابل. صح. معظم الانديه كمان بقى اللي هي يعني ده ممكن تختفي، الانديه الشعبيه ممكن تختفي خالص. عندك الاولمبي، عندك المنيا، عندك بقى الباقي الانديه دي، المنصوره، الانديه كل الانديه اللي بقى ترسانه. طبعا طبعا. وفي سنه من السنين، اسف يا كابتن سعيد، في لما كانوا بيطبقوا دوري المحترفين واتلغى، لو حضرتك فاكر وحضرتك كنت موجود، هبط الاولمبي. صح. هبط البلديه وسوهاج. هبط البلديه. هبط سوهاج. هبط الترسانه. صح. هبطوا والترسانة في سبع فرق، دلوقتي تسع فرق. النهارده في الترتيب لما تبص تلاقي الترسانه مركزها السادس. يعني باقي لها ايه؟ يعني كده بتنافس على هبوط. أيوه. السنه الجايه تبقى بتنافس على هبوط، لان في تسعه ينزلوا. لا السنه الجايه، بص هقول لك انا على حاجه غريبه جدا، ويمكن كابتن احمد جوهر قالها بشكل مختلف. قال لك انا كده كده كنت ههبط السنه الجايه. أيوه. لو انا قعدت السنه دي هبط السنه الجايه، فلما اهبط السنه دي
الحق اعمل حاجه واصعد على دوري المحترفين. تمام. انما لو فضلت ههبط. والدليل الزرقاء هبط والمريخ هبط. والزرقاء احنا نسينا الزرقاء طبعا. انا بقول لك الزرقاء من انديه الجماهيريه كبيره وقبل كده دمياط وقبل كده دمياط. طبعا. فانت يعني السنه الجايه فيها صعوبه. لا السنه الجايه انت خلاص هتخلص عليهم خالص كلهم. انا الدكتور هيثم صالح دكتور في مدير فني اسمنت اسيوط وراجل عالم نزل بوست جميل قوي. يعني انا في 6-7 نقاط على دوري المحترفين. قال انه الاتحاد اصلا اول بند فيه بيهدف الى نشر وتطوير كرة القدم في ضوء النزاهة والمساواة. ده بند رقم واحد زي دستور كده في فيلم. طيب انا عندي الكثير من الفرق بتفتقد اصلا لمصدر للمصدر بتاع الصرف. يعني اصلا ما فيش زي ما حضرتك قلت كده الناس بتستنى دعم من الاتحاد طبعا. اللي هو ما يكفيش اصلا معسكر ماتش. طبعا. ثالث حاجه العامل ازاي هتصعد 100 من 154 فريق في الدرجه الثالثه 3 فرق بس. اي حد يقول كده اي حد يقول 3 فرق يصعدوا من 154، اي منطق يقول انه 9 فرق يهبطوا من كل مجموعه؟ اي منطق يقول كده؟ اي منطق يقول ان الصعيد بعد كده 9 محافظات ما يبقاش فيها ممثل للدوري الممتاز؟ لان بعد كده الصعيد هيتلخبط في ال 24 فريق، فالاكثر امكانيات والاكثر تجهيز هو اللي هيصعد يا كابتن خالد. لان بعد كده هو هياخد اول 3 من ال 24 فرق الصعيد. دي هتروح فين يا كابتن خالد بعد كده؟ كده انت ظلمت 9 محافظات. يعني زائد بقى النهارده انا كنت بكلم حضرتك، انا في المنيا يعتبر في نص الصعيد وبسافر في اسوان في 12 ساعة وبرجع في 12 ساعة. طيب اللي مسافر من اسكندرية ده هيسافر في 20، يبقى عايز يومين سفر بتكلفة اتوبيس او قطر وثلاث وجبات او 6 وجبات في الطريق ومعسكرين يوم في فندق، هتكلف قد ايه يا كابتن؟ انا مع الاندية الشعبية بلا شك، ويمكن في بداية الحلقة وعامل فقرة خاصة عن الاندية الشعبية، لكن في نفس الوقت الفترة القادمة من وجهة نظري ومعلوماتي اللي معهوش ما يلزموش يلعب كرة قدم مش هيبقى موجود في المنظومة الكروية. هنروح لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نكمل حوارنا الشيق مع الكابتن سعيد عبد العزيز كابتن أبو العنين شحاتة بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا الكابتن سعيد عبد العزيز كابتن ابو العنين شحاته، وبنتحدث عن دوري المحترفين في الموسم بعد القادم. اراء معاه واراء يعني مش معاه، لكن في النهايه هو ده النظام اللي هيتم تطبيقه بدايه من الموسم القادم. هنروح مجموعه الصعيد 240 مباراه 567 هدف 160 فوز 104 داخل الملعب 56 خارج الملعب 80 تعادل 28 سلبي و52 ايجابي. وليد عطيه مهاجم بترول اسيوط هو صاحب الصداره التهديفيه 15 هدف. حسن ديالو لاعب هنا برصيد 11 هدف الهدافين الاجانب 12 نادي قاموا بالتغيير الفني 4 انديه لم يغيروا اسوان بترول اسيوط بني سويف والمدينه المنوره 28 جهاز فني تم تغييرهم. هاخد تعقيب من كابتن سعيد وكابتن ابو العنين، لكن بحيي فريق ملاوي كابتن ابراهيم صدقي بعد رغم الامكانيات الماديه الضعيفه جدا، وده اللي انا قلته لكابتن ابو العنين وكابتن سعيد ان الامكانيات الماديه هو عامل من العوامل الرئيسيه، انما ممكن تحقق المستحيل في ظل امكانيات ضعيفه، وده اللي حققه ملاوي من وجهه نظري مع الكابتن ابراهيم صدقي بعد فوزه على ديروت بهدفين مقابل هدف واحد. تعالوا نروح نتابع تقرير عن هذا اللقاء ونرجع لنجومنا وضيوفنا. الحمد لله. طبعا انا كان اهم حاجه عندي البلد دي، اديك شايف البلد دي عامله ازاي، ولو كانوا سمحوا للامن للجمهور كنت هتلاقي ملاقي كلها في الـ في الـ في الملعب. اعتقد النهارده الحمد لله ان اللعيبه كانت نازله مركزه، بس انا اللي كنت بعيب على لعيبه ان هي نازله مركزه فوق التركيز العالي، بس الحمد لله ان احنا قدرنا في الوقت المناسب ان قلت لهم اللعيبه الكبيره بتخلص الماتش في الدقائق الاخيره، واحنا الحمد لله عندنا لعيبه خبرات لعبت في اسوان لعبت في المنيا ولعبت ممتازه قبل كده، فانا كنت واثق في ربنا رقم واحد وفي الجمهور
الدور دوت رقم 2. والله الحمد لله النهارده على الهدف والاسيست بتاع الهدف الثاني. تعبنا وربنا ادانا النهارده، بقالنا من اول الموسم تعبانين وبنعمل مستويات كويسه خالص والكره مش ماشيه معانا. الحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نفرح الجمهور ده كله زي ما انت شايف، وقدرنا نكسب النهارده ونقعد في الممتاز به رغم كل الصعوبات اللي احنا عدين بيها يعني. فالحمد لله النهارده بنشكر ربنا جدا جدا ان احنا قدرنا في اخر جوله ان احنا نكسب النهارده ونقعد، فده كرم من ربنا يعني، الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله ربنا كرمنا، موسم كان طويل متعب وحطينا في مواقف كتيرة كانت صعبة علينا، بس الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله في آخر الوقت بإذن الله. الحمد لله إن ربنا كرمنا عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر الناس. الحمد لله إن ربنا كرمنا في الآخر إن إحنا جبنا جون، قدرنا نفرح الناس، قدرنا نفرح الجمهور ده كل اللي واقف ورانا، قدرنا إن إحنا نفرحهم، قدرنا نكون عند حسن ظن الجهاز الفني، اللعيبة كلها كانت رجالة. فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. ده كان ده تقرير عن فريق ملاوي، وبحيي الكابتن يعني ابراهيم صدقي طبعا كان سعيد في ظل امكانيات ملعب. انا عارف صعب اللي بيدخل ملاوي ما بيخرجش كده بسهوله. حافظ انت الصعيد؟ اولا كان يعني من الصدف ان انا كانت اول مباراه مع كيما اسوان كانت ماتش ملاوي وكسبنا في الملعب ده 2-1. ملعب صعب جدا يا كابتن خالد، يعني لو مش هنقول مثلا ده، انت لو بتلعب خماسي ماتشات صعبه جدا، السور قريب جدا من اللعيبه، خطر جدا على الناس اللي موجودة. لكن مجرد ان هو يبقى موجود وسط الأندية ويبقى موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في القسم في الدرجة الثانية، ده انجاز طبعا يتحسب لفرقة زي ملاوي. لان انا عارف لعيبة، معظم اللعيبة اللي موجودة، خالد ربيع واحمد علي، معظم الناس زي كابتن ابو العين لعبوا معايا، يعني تقريبا ما بياخدوش فلوس، يعني تقريبا بياخد مكافأة الماتش 300-400 جنيه 500 جنيه. فمجرد ان هو يقعد في الدوري، فرقة زي سوهاج، فرقه زي بني سويف مش يعني لو احنا حسبناها كابتن، هتلاقي البدايات كابتن خالد نفسها والبداري وانا بالمقارنه بملاوي، يعني طبعا امكانيات ضعيفه انا والبداري، بس عندهم خبرات اكتر يعني. ملاوي لسه صاعد اكيد اكيد، نفس الكلام على ديروت والمدينه المنوره. لكن في حاجه مهمه جدا كابتن خالد، وهو عامل الاستقرار. لو انت عندك الاستقرار ده موجود، الاستقرار ده بقى حط تحتها كابتن ابو العنين 100 خط كابتن خالد. الاستقرار ده استقرار مادي. عندي كتيره جدا في الصعيد بالذات تفتقد الاستقرار المادي، الاستقرار المادي، الاستقرار الفني. هتلاقي حتى الانديه اللي قعدت في الدوري، المدينه المنوره ما غيرش الجهاز بتاعه، اسوان صعد، معظم الانديه اللي غيرت، بترول اسيوط مركز متقدم صح. فالاستقرار ده مهم جدا يا كابتن خالد، ده اللي بتفتقده الانديه دلوقتي. احنا مجرد ان المدير الفني خسر ماتش او تعادل ماتش. طب بمنتهى الامانه ومفيش اجابه دبلوماسيه وجاوبني كده، امتى كمجلس اداره غير المدير الفني؟ بعد كم ماتش؟ بعد كم ماتش؟ بعد سادس ماتش. كابتن ابو العنين، لا انا الحقيقه مش بالماتشات، ممكن تكون الفرقه بتادي بشكل كويس جدا، واحنا عارفين ان الكره فيها توفيق وعدم توفيق. حلو، انا بقى اخد اكشن امتى؟ ما هم ممكن ما تبقاش موفق. طب انا ما بقولش ان لازم يكون العيب في المدير الفني، انا بتكلم ان انا كمسؤول اقيم النتائج بعد كم ماتش. انا مع على كابتن سعيد، مش هقول لك، مش هقول اجابتي عشان ما اقصرش. طب انا هقول اجابتي انا الشافيه الكافيه. الكلام ده اول مره يطلع. انا بعد ما كسبت الاربع ماتشات في المنيا وبقى الفرق بونتين بيني وبين اسوان، مجلس اداره اسوان كلمني وعرض عليا، قال احنا بنغير دلوقتي، الكلام ده سر والمفروض انا ما طلعوش ولسه مطلعه دلوقتي لان اسوان صعدت، وببارك لها وبارك لاحمد بيبو. والحقيقه يعني انا مش رفضت، انا ملتزم بعقدي مع المنيا. احمد بيبو كمل، صعد ولا ما صعدش؟ صعد. طيب يبقى هنا ايه المقياس والمعيار في التغيير؟ لا بقى هنا انت بتقول انت عملت اربعه مكسب ورا بعض. اسوان في الوقت ده، كان في النازل شويه. حلو، كم ماتش؟ ماتشين. حلو، ما هو ده اللي بيقوله كابتن سعيد، ان انا ادي فرصه من وجهه نظري من 6-8 مباريات. صح. طب انا اقصد انا كان ممكن اروح اسوان وما اصعدش، يعني كان ممكن اروح امسك اسوان وما اصعدش. صح جدا. احمد بيبو كمل ومجلس الاداره اداه الثقه وجد ثقته فيه وكمل وصعد. انا عايز اقول انه الكبوات دي ليها اسباب. تمام، ممكن ما انا ممكن اكون راكب الجيم يا كابتن خالد وراكب الماتش. ايوه بس مش من 6-8 ماتشات راكب الجيم وبتخسر.
هو ده اللي انا قصدي عليه. انا صدفتني كده بقى. انا صدفتني كده في جمهوريه شبين 8 ماتشات خمس ماتشات انا الافضل وانا اللي اخسر. وانا مشيت تاني يوم ياسر رضوان جه مسك كسب وكسب بره الارض كره فيها عامل التوفيق. انا بقول المعيار الوحيد في تغيير المدربين هو مش بدري مستوى الفرقه مستوى الفرقه الفني والبدني. هل ده الخسارات دي والتعادلات دي نتيجه ان الفرقه وحشه ولا نتيجه سوء حظ؟ بس هو ده الفصل. لا ده انا هنروح لفصل ونرجع عشان لسه حوارنا هيتوه. انا مين هيقول لي تحليل انت فرقتك كويسه تمام؟ اقعد ما حدش هيستحمل. تعال نروح لفصل ونرجع تاني مع كابتن سعيد والكابتن ابو لهيب. يعني سؤال مهم، هل يعني مجالس الادارات او هتتحمل النقد الجماهيري حتى لو انت بتادي كويس بغض النظر عن النتائج زي ما قال الكابتن ابو علين؟ صعب. لا صعب يا كابتن. صح صعب. مفيش يا كابتن مجلس اداره ده بعد ماتشين، مش احنا بنقول 6 و8 ده. اقول لك يعني انا من وجهه نظري عشان ما تبقاش جاي على المدير الفني من 6 ل 8. صحيح صحيح كابتن. انت الطبيعي الطبيعي بعد ماتشين خساره ماتشين الناس بتبدا بتفكر تغير. لو انت ما تعادلش او كسبت بنجدد الثقه. مجرد ان مجلس الاداره قال بنجدد الثقه اعرف ان في المنافسه ده شيء. يبقى التغيير القادم صح. طب ادي لك نموذج تاني. طب استنى بقى نروح بقى يعني بداري ومدينه منوره هرجع لك. ماشي. اللي خلص 2-0 للمدينه المنوره هو يعني كابتن محمد عويس طبعا مدير الفني المدينه المنوره بنحييه مجلس الاداره الاستاذ طلعت الامير رغم الامكانيات المادية وحداثة وجود المدينة المنورة بالأقصر بالقسم الثاني، لكن بقي وهفضل أقول ثاني وثالث ورابع مفاجأة هبوط بني سويف وسوهاج والبداري وإنا من المجموعة الأولى. احنا على مدار السنة اجتهدنا واشتغلنا، وانت عارف بالنسبة للفرق الصغيرة دي بيبقى الماديات فيها صعبة. احنا النادي بتاعنا بيمر بأزمة مادية كبيرة، مفيش دوافع، مفيش اي حاجة في النادي، فلوس متأخرة غصبا عن مجلس الإدارة، مفيش اي امكانيات ممكن موجودة. حاولنا من بداية السنة نشتغل، حاولنا كذا مرة بس مفيش نصيب. يعني ربنا ما قدرش ان احنا نقعد. اشتغلنا بشرف لحد اخر دقيقة. هديك شايف المجموعة مثلا من اول الثامن كله بيسرع الهبوط. احنا بنشتغل كرجاله في الملعب، بنشتغل ان واحد ربنا يكرمه في اي مكان تاني. بس الحمد لله يعني كله قدر الله ما شاء فعل. يعني الحمد لله ان الواحد يعني ما فيش اصابات الحمد لله. يعني والله الحمد لله على البقاء، لكن انا بشكر ربنا دايما. بس كنت دايما الحمد لله الدور الاولاني الفرقه دي كانت ماشيه الحصان الاسود بتاع المجموعه، فربنا ما أرادش ان هي بعد التوقف الظروف الماليه برضه كان فيها مشكله عندنا جوا النادي. الحمد لله اتلمت والامور مشيت على ما يرام. احنا كنا واثقين ان احنا هنقعد في الدوري لان مجموعه اللعيبه اللي معايا مجموعه لعيبه كويسه، مجموعه لعيبه محترمه. ودليل على كلامي النتائج اللي هي كانت في الدور الاولاني كانت نتائج مشرفه للعيبه. كنا فنشين الدور الاول 7، فرق 7 بونت و8 بونت عن سوهاج وعن بني سويف والفيوم وفرق كتيره كانت تحت غير البداري وجنا. والله الحمد لله على كل حال برضو اللي يجيب ربنا كله كويس. الحمد لله والله ربنا كرمنا، تعبنا السنة دي وفي ظل الإمكانيات المادية الصعبة اللي كنا بنمر بها، بس الحمد لله قدرنا نتوج مجهودنا ان احنا نقعد بشكل كويس. كان نفسنا ان احنا نقعد بدري بس الظروف اجبرتنا وحطتنا ان احنا نستنى لاخر ماتش مع البداري فرقة محترمة. الحمد لله ربنا كرمنا وكان التوفيق من نصيبنا وقدرنا الحمد لله نفرح محافظتنا محافظة الأقصر بالبقاء. الحمد لله على البقاء في الدوري يعني في ظل وجود الأزمات المالية اللي احنا بنعاني منها، بس اللعبة قدرنا نتكاتف يعني والحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالبقاء، واحنا يعني نستحق نبقى في المراكز الأربعة الأولى. وموضوع المقص يعني انا انتظر المقص اشوف هيحدد ايه معايا وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. حد تابع معاك من مجلس الادارة؟ دكتور عصام سراج الدين بيتابعنا على طول هناك. بيكلمني على طول وفي عروض كتيرة يعني، بس انا مستني اشوف موقفي هل انا رايح او هطلع مكان تاني ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نعود لحضراتكم بعد التقرير. كابتن ابو العنين كنت بتقول لي هقول لك على مفاجاه ثانيه.
لا مش مفاجأة دليل على صدق كلامي ان زد في اول 14 او 15 جولة من الـ من الـ من الدور الاول هي المتصدرة، والداخلية ما كانش التاني ولا التالت، كان الرابع، وفي النهاية الداخلية هو اللي صعد. والاستقرار الفني اللي قال عليه كابتن سعيد مهم جدا جدا، والقناعة بالمدير الفني اللي شغال. هو انا لما اجيب مدير فني واقعد اسأل عليه وعلى السي في بتاعه واقتنع قناعة تامة واعمل مجلس ادارة وكلنا نرفع ايدينا ان الراجل ده يجي واديله 6 ماتشات، يعني كابتن سيد عيد معلش قعد قد ايه في نادي النصر؟ كتير، قعد كتير، عمل انجازات قد ايه بامكانيات قليله. الاستقرار الفني ده مهم جدا. كابتن سعيد في كيم اسوان وكان متصدر طبعا اسابيعه في الاخر مش كابتن كلوب في ليفربول. يا كابتن الاستقرار ده مهم جدا لصناعه، يعني انا بعمل خطه، في خطة طويلة للهدف وفي خطة قصيرة، في خطة للبقاء وفي خطة للصعود. خطة الصعود دي ما بتتعملش من سنة إلا للناس اللي أنا هي أنا معاك، بس الجمهور مش هيقدر يتحمل ده ولا مجالس الإدارية. الجمهور يا كابتن ده 4-5 على الفيسبوك بيكتبوا وهو ده الجمهور، لكن الجمهور الواعي اللي فاهم لا عارف المدرب الكويس من المدرب اللي مش بيشتغل، من المدرب اللي مستني نادي معين بعينه يشتغل فيه ما وراهوش غيره. تجربه المنيا مأثره على مأثره جدا جدا جدا، لان بص بص يا كابتن خالد ولا حق المكر السيء الا باهله. احنا اللهم لا شماتة في حد، لكن اللي بتعمله بتلاقيه. في ناس في كل محافظه فيها مدرب، كل محافظه فيها مدرب بيقول لك انا ابن البلد. اي حد يجي يشتغل من بره حرب شرسه، حرب واضحه، حرب علنيه. طيب انت راجل محترف اطلع اشتغل بره وما تستناش النادي ده بعينه عشان تشتغل فيه. انا راجل اشتغلت في 11 12 نادي والحمد لله نجاحاتي بتتكلم عني في كل حته. انت ليه تحارب الراجل ده وليه مستني النادي ده بالذات؟ طب ما تطلع تشوف اي انت منين اساسا يا كابتن؟ انا من المنوفيه، وسبتش بينا اهو، وسبتش بينا ومشيت المنيا، اشتغلت في الرجاء واشتغلت في دمياط واشتغلت في المنيا وفي سوهاج وفي الفيوم وفي تليفونات بني سويف، والحمد لله بنشتغل بامكانيات وبدون امكانيات. انا ليه استنى مكان معين اقعد احارب فيه الناس؟ ليه؟ حرام يعني. وضربت في الواسطه والواسطه وصعدنا بيها ثلاثه والمكافات ايه؟ والاسيوطي ومكافاتي 2 جنيه فاكر في النيل الرياضه كنت قاعد مع حضرتك. كابتن سعيد انت منين؟ انا غربيه. غربيه بس اساسا اسكندراني. اساسا اسكندراني ودربت تقريبا يمكن ما دربتش في اسكندريه تقريبا صح؟ لا انا لعبت في الاتحاد السكندري 5 مواسم. ايوه لعبت. لا انا بتكلم على التدريب. التدريب لا ما دربتش صح؟ لا لا خالص خالص، خرجت بره ودربت في كذا حته، جونه وجونه وغزل المحله اسيوطي السنه دي كيما. مفاجاه بالنسبه لك اللي حصل في مجموعه الصعيد قبل ما نروح لمجموعه القاهره؟ ايوه المفاجاه في الفرقتين اللي هبطوا سوهاج وبني سويف. سوهاج وبني سويف دي مفاجأة، لكن أنا بحيي طبعا كل الفرق اللي قعدت في الدوري كلها كافحت. فرقة زي ملاوي دي أنا بجد اللعيبة عشان أنا أعرفهم معرفة شخصية، بشكرهم بصراحة. ناس بتأدي وما بتاخدش فلوس يعني، مجرد أنا موجود في الدرجة الثانية دي بالنسبة له ده إنجاز. فإحنا بجد أنا بحيي كل الفرق اللي قعدت في الدوري، لكن الدوري السنة الجاية محتاج ترتيب ومحتاج خطة ومحتاج إن انت هدفك ايه؟ هل انت هدفك تقعد ولا هدفك تصعد؟ الموضوع يا كابتن خالد هيتغير. تفتكر حد هيخطط للصعود قبل البقاء؟ كابتن اللي هيفكر من دلوقتي ان هو يقعد بس هينزل. لازم توفر كل الامكانيات من دلوقتي باللعيبه بالجهاز الفني اللي هتجيبه، لازم على الصعود، على الصعود ولا بديل غير الصعود. نروح للمجموعه الثانيه. يمكن هذا الاسبوع اتلعبت مباراة الجولة الأخيرة، كان تحدد خلاص الداخلية صعد وتعرف مين اللي هبط، المريخ وبرفؤاد زي ما أنا قلت وبنها وبالبيس. الداخلية فاز على بالبيس 3-1، اتصالات على المريخ 4 أهداف نظيفة، تعادل إيجابي ترسانة وإنتاج حربي، قناة وبورتو 1-1، السويس والنصر 4-2، وادي دجلة وزد 1-0 الوادي دجلة، بورفؤاد وبنها التعادل، سكة حديد وبتروجيت التعادل. تخيلوا بقى إحصاءات المجموعة دي، 42 مباراة، 534 هدف، 159 فوز، 94 داخل، 65 خارج، 81 تعادل، 34 سلبي، 47 إيجابي. كابو هداف المجموعة 18 هدف. 13 نادي قاموا بالتغيير الفني وثلاث أندية بس اللي ما غيروش. تخيلوا من 16 ثلاث أندية بس ما غيروش داخلية والترسانة وبورتو. عدد تغييرات الأجهزة الفنية 24 جهاز فني.
كابتن ابو العنيه. يعني برضو هتيجي تبص للمجموعه دي هتلاقي برضو الفرق اللي ما معهاش امكانيات هي اللي هبطت. هتلاقي المريخ بالبيس بنها الفرق دي وبعدين بورفؤاد بورفؤاد يعني معها امكانيات شويه بس انا بقول لك الرابعه الامكانيات بورفؤاد بالظبط زي مجموعه الصعيد بالظبط نفس الحكايه الاكثر تنظيما الاكثر استقرارا سواء ماديا او فنيا هو اللي صعد والاقل امكانيات امكانياته الماديه قليله والاقل استقرارا فنيا هو اللي هبط في المجموعه دي لانها مجموعه تعتبر الاقوى في تاريخ الممتاز به صح المجموعه دي الاقوى في تاريخ الممتاز به لان اول سنه ينزل كمان الانتاج ووادي دجله في نفس المجموعه اللي صح. فيها النصر والترسانه وكمان بتروجيت قبلها بسنه وطالع المصريه الاتصالات من تحت فمجموعه فعلا ناريه وانا برضو دي بتخليني اقول ليه دوري محترفين امال الانديه دي هتروح فين يا كابتن خالد ده السؤال اللي كنت هسأله كابتن سعيد طب اساله لكابتن سعيد مين اللي ده مين هيبقى السنه الجايه يعني مين في رايي انا الشخصي مين التسعه ومين السته اللي هيفضلوا ما هو بص يا كابتن خالد ما هو الموضوع صعب يعني على الورق كده صعب لكن انا بقول لحضرتك دايما مجموعه القاهره من اقوى المجاميع سواء كانت في بحري او الصعيد فنيا كمان اللعيبه مستواها طبعا وماديا افضل وماديا الفرق كلها كانت خالد لحد تقريبا التاسع او العاشر كلهم شاركوا في الدوري العالمي بص ادي خلاص دخل صعد عندك بتروجيت وزد وادي دجله قناه ترسانه بورتو السويس السكه الحديد اتصالات انتاج حربي منتخب السويس النصر هم دول اللي قعدوا مين هيهبط من دول تسعه ده في تسعه ده لسه في النصر والنصر كمان ايوه لا معلش هات لي المركز السادس كده معلش هات لي من اول المركز السادس اهو بعد اذنك سادس الترسانه اقولهم لك انا سابع بورتو السويس شوف بقى بورتو السويس السكه شوف بقى لو احنا بنطبق السنه دي مين اللي هينزل بورتو السويس السكه الحديد اتصالات الانتاج الحربي إيه بقى ايوه السويس النصر ما شاء الله لا وغير بقى ايه ده في اربعه غير غير الاربعه يعني في اربعه غير. الله اعلم بقى يعني الموضوع صعب جدا يا كابتن خالد دي مجزره دي اسمها مجزره بجد والله العظيم مجزره للانديه مش بس للانديه كنت بتكلم مع كابتن سعيد بره مجزره للاعيبه وللمدربين النهارده انت بدل ما كنت شغال ب 46 مدرب زي انا وسعيد في الانديه دلوقتي ممكن اللي قاعد من الدوري الممتاز يشتغل في دوري المحترفين واحنا نروح بقى نشتغل نشتغل درجه ثالثه لا واسمع انت افتكر من دلوقتي الموسم ده انت زعلان ان كله من 6 ل 8 ماتشات الموسم الجاي افتكر التقييم شهري اربع ماتشات باربع ماتشات ماشي انت كمان يعني الانديه الشعبيه والمدربين وكمان يعني ال ضيقت على اللعيبه دي كانت برضو انت حضرتك بتعرض عندك ماتشات وقنوات تانية بتعرض والناس بتدور على الممتاز به كله دلوقتي اللي في الممتاز هيبص على فين على المحترفين الناس دي خلاص تعتبر ماتت تحت اللي في الدرجه الثالثه دول خلاص كل سنه وانت طيب كابتن سعيد مش هتقوم ليهم هي بص يا كابتن هي انا متفق طبعا كابتن خالد مع كلام حضرتك وكلام ابو العنين لكن هي هتبقى برضو كابتن ميزه يعني انا شايف انها تبقى مثيره يعني احنا بنتفرج على الدوري السعودي لا كمشاهد كمشاهد لا يعني لا برضو لا كمشاهد لا كم متعب دي متعب بصراحه مش هتقدر تغمض عينيك يعني دي بصراحه يعني مجرد ان انا بتفرج على الدوري العام كابتن خالد وبتفرج على الدوري القسم الثاني حتى انا بتفرج على الفرق عشان متابع الدوري السعودي كويس فرق زي اتحاد جده الشعلة فرق قوية جدا يعني انت بتلعب كأن انت فعلا دوري عام الدوري الانجليزي كان فيه فرقتين من الدرجة الثانية بيعملوا ماتش فاصل 70,000 متفرج يا كابتن 70,000 متفرج هي دي الميزة وانا بيني وبينك ما هو الدوري برضو الفرق اللي معاها فلوس هي اللي بتصعد اربع او خمس اندية بالظبط والفرق اللي بتنافس على الهبوط بتبقى معروفة برضو من البداية يعني انت السنة دي مين اللي قاعد هتلاقي البداري مش الفرق معهاش فلوس لكن السنة الجاية يا كابتن من البداية هتلاقي كل الماتشات صعبة يعني مجرد ان انت بتاخد بونت ده محسوب من دلوقتي انا حتى انا قلتها من فتره لازم تحسب يا كابتن خالد كل ماتشين اربع بونت كل ماتشين اربع بونت كل ماتشين حاول بقى تعوض هنروح لفاصل ونرجع
مشاهدينا الكرام، معانا الكابتن ابو العنين شحاته، كابتن سعيد عبد العزيز. قبل ما نروح لمجموعه بحري فاصل ونتواصل مشاهدينا، قبل ما نروح لمجموعة بحري والأسكندرية ومناسبة الضغوط والجمهور وزي ما احنا لسه كنا بنتكلم مع الكابتن أبو العنين وكابتن سعيد والأندية الشعبية، وإن ثلاث فرق بس اللي مغيروش في مجموعة القاهرة قبل الفاصل، إن هو ترسانة والداخلية وبورتو. معانا على الهاتف نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين والمدير الفني لنادي ترسانة، كابتن طارق السيد. أهلا بيك كابتن طارق. انا خليك كابتن خالد. معايا الكابتن ابو العنين شحاته على يميني والكابتن سعيد عبد العزيز على شمالي. حتتك بقى المفضله كابتن سعيد. حبيبي طبعا. نينو حبيبي. حبيبي يا كابتن طارق، عامل ايه؟ وحشني والله. وحشنا يا نجم. الله يكرمك. حبيبي يا كابتن طارق. سعيد طبعا اخويا طبعا ربنا يخليك، ومنتخب اولمبي معايا ومنتخب اول. سعيد يا كابتن سعيد بان انت موجود معانا في المداخله. ربنا يخليك يا طارق. بقول الانديه الجماهيريه طبعا الكابتن ابو العنين في المنيا ضغوط ضغوط، انت الترسانه برضو جماهير كبيره وضغوط طول الموسم. بنقول ان السنه الجايه تخيل ان 9 هيهبطوا و6 هيبقوا فريق وحيد، بنقول المنافسه هتبقى اصعب واصعب. كابتن طارق كلمنا عن تجربتك لنادي ترسانه هذا الموسم. في المقام الاول خالد طبعا انا يمكن بشكر مجلس اداره نادي ترسانه بقياده النادي طارق السعيد على الفتره اللي انا قضيتها معاهم. كانت فتره بالنسبه لي مهمه ومرحله مهمه جدا في حياتي، شفت فيها كل حاجه، شفت فيها ايام كويسه كتير، شفت فيها ايام صعبه، شفت فيها ضغوط عاليه جدا، شفت فيها حاجات كتير جدا صعبه وحاجات كتير جدا كويسه. انا في الاخر تجربه مهمه جدا في حياتي او في مشوار التدريبي. بشكر طبعا كل الناس اللي وقفت جنب طارق والناس اللي ما كانتش راضيه عن وجود طارق. بشكر كل جماهير نادي الترسانه وبعتذر لهم عن تعمدهم تحقيق الهدف طبعا اللي هو في المقام الاول يا كابتن خالد كنت انا بحلم بيه، ان انا اصعد فريق الترسانه وارجعها لمكانها الطبيعي تاني او مكانها الطبيعي تاني في الدوري الممتاز. كانت الامور مش سهله، مريت بظروف صعبه كتير جدا، مواقف مؤثره، مواقف صعبه جدا جدا. في الاول في الاخر تجربه مهمه، بحمد ربنا على اللي انا طبعا بالنسبه لي تكمله الموسم كامل بالنسبه لنادي الترسانه دي حاجه مش سهله خالص. احنا عارفين ان يمكن النادي في اوقات كتير جدا بيبقى فيه كابتن نينو قال لي ده بطل انه قعد موسم بحاله بيضحك. خلي بالك هو لسه ما لمس ده في المانيا، هو قعد مين اللي ما لمس؟ قعد موسم. انا ليا تجربتين، دي تاني تجربه. لا كابتن طارق عارف الحرب اللي هناك برضو. لا قعدت موسم ولا ما قعدتش موسم؟ ما قعدتش موسم، انا ما كنتش جلوه. لا الدنيا في المانيا صعبه زي الترسانه. بس هي ليه صعبه كابتن طارق؟ اسمع منكوشك انت وهو، منكوشك انت وهو. هي ليه الدنيا صعبه يا كابتن طارق؟ ايه؟ ليه صعبه؟ عشان ايه؟ ما بص يا نينو، يعني الضغوط الجماهيريه والناس بتطلبك بنتائج بس كده يا كابتن طارق. بس كده ماشي مشاكل يا نينو الله يكرمك. على العموم انت طيب عارف ليه الدنيا صعبه في السنه؟ على العموم كابتن طارق يعني ما اتمنى لك التوفيق ان شاء الله المرحله الجايه، يعني سواء بقيت مع نادي الترسانه رحت نادي تاني فريق اخر، يعني الضغوط اللي بيتحملها. هو كابتن قبل ما تكمل كلام حضرتك في الحته دي مهم جدا. اتفضل. يمكن انا كتبت على صفحتي شكر لمجلس الاداره وانا شايف ان الموضوع ممكن يبقى صعب جدا ان انا اكمل. انا تجربه مهمه جدا بالنسبه لي، سنه كويس قوي 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 في نادي الترسانه. انما في الاول في الاخر انا طبعا يمكن النادي طارق السعيد كان واقف جنبي بشكل كبير جدا في اوقات كتير جدا وساندني بشكل كبير جدا. الظروف جوه النادي مش سهله، مش اي لو حاجة. انا بحيي مجالس الادارات اللي بتبقى على اجهزتها الفنيه وكلمنا ان مجلس الاداره ياخد القرار ورغم الضغوط الجماهيريه والانتقادات اللي بيتعرض ليها في بعض الاحيان، بحيي مجالس الادارات اللي بتتأنى قبل تغيير الاجهزه الفنيه صراحه. دي حقيقه كابتن خالد. يمكن النادي طارق السعيد اصر ان احنا نكمل الموسم مع بعض وكان بيفكر في مشروع لمده سنتين، بس الموضوع مش جوه مش سهل خالص ان انت تقدر تكمل سنتين في نادي الترسانه. في الاول وفي الاخر
انا يعني الحمد لله سايب ذكرى كويسه مع النادي فارس سعيد ومع مجلس الاداره، ان الحمد لله اشتغل عملنا لهم فرقه ممكن السنه الجايه تنافس بشكل قوي. الصفقات الجديده اللي جبناها للسنه الجديده كابتن خالد كلها صفقات اسماء لعيبه الدوري الممتاز، كله ب 2 3 لعيبه الدوري الممتاز بيدوروا عليهم وعايزينهم. دي حاجه الحمد لله رب العالمين، رصيد كويس لينا جوه النادي، وبتمنى لهم كل توفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتمنى لك التوفيق كابتن طارق السيد المدير الفني لنادي الترسانه. كابتن سعيد حرس الحدود صعد، وتوقع الكابتن ابو العينين قبل كده كيرنس البحيي في مركز تاني كابتن حسام عبد العال، واحنا اتكلمنا انا وانت يمكن على الكابتن حسام الاولمبي، عانى من وجهه نظري من تغيير الكابتن احمد ساري وتولي الكابتن علاء نوح المهمه، رغم طبعا كفاءه الكابتن علاء نوح جدا ملهوش علاقه، لكن ان انت تغير ساري في التوقيت ده اعتقادي الشخصي كان من القرارات الغير صحيحه. ابو ايده اسمده جدد مع الكابتن ايمن مزين مركز رابع بلديه المحله الاقرب رحيل الكابتن محمد صلاح بعد الاتفاق مع مجلس اداره البلديه، المجد كفر الشيخ المصري سبورتنج بايونيرز المنصوره الحمام، وهبط دمنهور الزرقاء صيد المحله والرجاء المطروح. برضه هنرجع كابتن خالد نقول للاستقرار، يعني انا شايف ان الدوري الدرجه الثانيه يعني مجموعة بحر السنة دي كانت من المجاميع السهلة جدا الصعود فيها. استقرار 14 نادي غيروا، ما فيش غير سبورتنج وكيرنس بس. عشان كده حتى انا اخر ماتش كنت لا الحدود والحدود كمان الحدود يعني بحيي اي مجلس ادارة كابتن خالد في استقرار. النتائج بتظهر، ان لما رئيس النادي رغم الضغوط اللي عليك وانت عارف انت مدير فني وانت تحس ان رئيس النادي بيطمنك، صح، دي لوحدها كابتن انجاز وبتجيب مكسب. بدليل ان طارق جاله وقت رغم ان النتائج بدات ترجع لورا شويه، كسب 4 ماتشات أو 5 ماتشات ورا بعض، كان قرب تاني من المنافسه، لكن طبعا ما حدش يعرف الاجواء ايه، طبعا هو اقرب واحد طبعا يتكلم على الفرقه، لكن حرس الحدود بحي مجلس الاداره طبعا ان يدي مكي رغم صغر سنه واول تجربه ليه كمدير فني ويصنع اليماني طبعا، ومنك عمل انجاز حاجه تتحسب طبعا لمجلس الاداره. واللي فوجئت بيه ان يعني الكل كان متوقع ان امكانيات ماديه عاليه في حرس حدود. كان معايا كابتن مكي الاسبوع اللي فات هو والكابتن احمد عاصم، فوجئت ان مش زي ما الناس متخيله، يعني مش زي ما الناس فاكره الامكانيات الماديه قد ايه في حرس الحدود. ما هو لو احنا فبحييه، يعني لو اتكلمنا على الامكانيات هتلاقي البلديه بتصرف برضه، ابو قير كيرنس قلل بس برضه في توازن، في توازن المجد، في توازن المجد، في توازن المجد، بايونيرز مصر سلوم في توازن، صح، الاولمبي الاولمبي لحد الفتره بتاعت كابتن احمد الكاس، كابتن احمد ساري، ابو قير لحد الوقت ده كان بيصرف. ابو قير دي حاجه ثانيه خالص، يعني ابو قير دي حاجه استاذ مدحت السمودي كمان مجلس اداره محترم جدا، وانا شايف الاستقرار اللي مدينه للكابتن ايمن مزين كابتن ابو العينين اثر على الفرقه بشكل كويس، وكان قرب من المنافسه. كانت مجموعه سهله جدا الفرقه تصعد، لكن الاستقرار هو اللي بيبقى في الاخر. بالظبط. طيب هتختاروا بقى معانا احلى هدف هذا الاسبوع وثلاث اهداف كابتن ابو العينين. كابتن سعيد انا شفت يعني ثلاث اهداف رائعين جدا، حماده ناصر لاعب المدينه المنوره في مرمى البداري في الماتش اللي انتهى 2-2. تعالوا كده نشوف مع 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 كل المشاهدين الهدف ده، الهدف من بدايته ادي الهدف، لكن التصوير بعيد شويه ويعني اعتقادي الشخصي مش واضح قوي. ده الهدف الترسانه لعمر طارق سعيد ابن كابتن نادي الترسانه في المقام الاول، وابن الحاج طارق سعيد رئيس نادي الترسانه، بس هدف من الاهداف اللي عجبتني جدا، كان هدف التعادل للترسانه في شباك الانتاج الحربي، واللي انتهى بهدفين مقابل هدفين. هادي الكابتن طارق السيد والجهاز الفني كابتن محمد عبد العال. كابتن طارق يعني تحس ضغوط كان عليه، وادي عمر طارق السعيد كان احرز هدف لو تفتكروا قبل كده في النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، لما الترسانه لعب مع النادي الاهلي فكر كده وحط ونشن زي ما بيقولوا، حطها حلوه جدا. لا هو قاصد كمان، هو قاصد كمان، لا قاصد طبعا، هو قاصد، هو لمع حارس المرمى وتاخر كمان تأنى. ادي الهدف الثالث احمد هريسه لاعب بلديه المحله في الحمام، واللي انتهى بفوز بلديه المحله على الحمام بهدفين. احلى هدف
عمر طارق يعني لا جون جميل جدا جدا جدا, وشاف الجون متقدم مسافة بعيدة جدا حطها بشكل كويس جدا بصراحة. لا جون كويس كابتن سعيد. طبعا عمر بخلاف بقى الـ الهدف وجماله التوقيت اللي تلعب فيه الماتش يا كابتن بعليني بالليل بالليل جو جميل صح. حسيت ان هو ماتش دوري عام صح. فبينه وبينك كابتن خالد ما هو ده اللي بقول لك عليه, ان رغم ان الفرق الدوري هيبقى قوي السنه الجايه, لو الماتشات كمان اتلعبت كابتن خالد بالليل هتبقى احسن واحسن كمان, هتحس ان انت فعلا قريب من الدوري العام صح. هو هي فيها سلبيات لكن فيها ايجابيات يا كابتن بالعين. لا هو في ايجابيات كتير يعني فيها ايجابيات كتير. هو بص البلد جايه يعني, انت دلوقتي بتعمل لك قطار كهربائي بياخد بيقطع مسافه الصعيد دي صح. في 4 ساعات الدنيا هتبقى سهله طبعا, بس مش دلوقتي, كنا ممكن ناجلها سنتين ولا حاجه يا كابتن خالد. هكلمهم لك حضرتك كابتن, ولا ننسى حتى شرفتني نورتني, ما رضيتش ازنقك في المنيا ولا اقول لك اعمل ايه في المنيا وكده ما زنقتنيش. انا قلت يعني حاجه وجبت انا قلت حاجة. حاجة. انا عملت حاجه. ومين اللي كان ضدك في المنيا وما ما سالتكش حاجه؟ اهو سايبك. لا اللي ضدي هو ضد نادي المنيا, لان انا لما اكون مدير فني لنادي المنيا بمثل نادي المنيا, فاللي واقف ضدي هو واقف ضد مجلس اداره المنيا وضد جمهور المنيا وضد نادي المنيا. بقول ربنا يهدي الجميع وكل التوفيق لنادي المنيا ومجلس ادارته, وبنتهز الفرصه دي وبشكرهم كلهم حسب عطاء وبقول لهم كان طبعا. كان نفسي والله نصعد, لكن برضو الفرقه كان وضعها صعب وكان في ضغوط كبيره جدا جدا, وانا شايف ان احنا يعني حققنا المطلوب في ظل الامكانيات والضغوط والمشاكل اللي حصلت, ان احنا كنا قريبين جدا برضو من بني سويف ومن سوهاج ساعه ما توليت المسؤوليه. الحمد لله احنا قاعدين بقالنا فتره وفي مركز كويس. بشكرهم وبتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه, وبشكر حضرتك وربنا يخليك شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن سعيد, بتمنى لك التوفيق. انا عارف عندك اكتر من عرض لكن لسه ما حسمتش, ان شاء الله ربنا يوفقك في الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن خالد انا بشكر حضرتك, وطبعا سعيد اني شفت ابو العينين يعني النهارده, وبس عايز اقول يعني حاجه بسيطه. كابتن خالد ميزه السنه دي المدربين صغارين صغار السن صح, عملوا انجازات في الفرق بتاعتهم بصراحه. احنا مش صغيرين يا كابتن هاني, يعني احنا صغيرين احنا يعني داخلين على 50 سنه يا جماعه, احنا مش صغيرين, ده احنا يعني معلش يعني مش صغيرين يعني صغيرين. لا السنه دي عاملين يا كابتن شكل كويس, وصعدوا منهم ميكي حسام عبد العال, ناس كتير ناس كتير صراحه. التليفونات بني سويف يعني كابوريا لازم ياخد حقهم يا كابتن خالد. يعني زي ما ابو العينين بيقول الناس الصغيره ان شاء الله يعني جايين ان شاء الله باذن الله في الطريق, وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك التوفيق يا سعيد, واشكرك شرفتني ونورتني. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه اخر حلقتنا اللي ماشيه مع الاسبوع ال30, لكن لسه مكملين في دوري بلدنا الاسابيع القادمه. عندنا كثير من الفقرات هتستمتعوا بيها معانا ان شاء الله على شاشه اون تايم سبورتس في دوري بلدنا. حتى نلقاكم الاسبوع القادم, لكم مني اطيب الامنيات وارق التحيات, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.